للمشاهدين يوم جديد لبرنامج عالم الصباح. اليوم الأحد يوم عطلة، كتار منكم بيرفقونا وبيتابعونا بكل فقراتنا ومعودين على يوم الأحد بعالم الصباح. الأحد 13 نوفمبر 2016. طبعا أنا بدي أتقدم بأحر التعازي من المملكة العربية السعودية ومن الملك طبعا بفقدان الأخ العزيز تركي بن عبد العزيز، وطبعا بدي أتقدم من كل العالم العربي بالتعازي بهالمناسبة الحزينة يلي تعرضتها العائلة المالكي. وأنا بدي أتوجه من كل اللبنانيين طبعا إنه يقضوا نهار حلو، وكمان بدي أتوجه له كمان من التعازي من الشعب المصري يلي فقد امبارح نجم من نجوم الشاشة المصرية اللي تربينا على مسلسلاته على أفلامه اللي قدم كتير للوطن العربي من أعمال. النجم الراحل اللي تركنا امبارح محمود عبد العزيز، طبعا الشعب اللبناني كله تربى على أفلامه والشعب العربي كله، وأنا بعرف كمان كتار من الأشخاص زعلوا على فقدان عمود من أعمدة الشاشة الذهبية المصرية. بتعرفوا انه الاشخاص ما بيعرفوا قيمة الحياة الا ليتعرضوا لنكبة معينة، بتعرفوا انه في اشخاص كتار ما بيعرفوا قيمة الحرية الا ليزوروا السجن، بتعرف انه في اشخاص ما بيعرفوا قيمة المر الحلو الا ما يتعرضوا للمر، وفي كتير اشخاص كمان بالحياة ما بيعرفوا قيمة الصحة الا ليزوروا المستشفيات. يعني قد ما فيكم اشكروا ربكم على كل النعم اللي عندكم اياها، لانه الا ما يحصل معكم العكس ما بتعرفوا قيمة الحياة اللي مقدم لكم اياها ربنا والنعمة اللي انتم عايشين فيها. مشان هيك انا وياكم سوري ما تواخذوني شوي وعيت مأخر وملبك ومعجوق بحالي، قد ما فيكم اشتغلوا على حالكم على لسانكم الحلو لانه هو اول طلتكم، وبلشوا نهاركم معي بإيجابية، طلعوا قدام المراية، حبوا حالكم من جوا حتى تقدروا تعكسوا هالمحبة لبرا. أنا وياكم مقضى نهار من هلأ لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. كمان بدي أذكر أنه لبنان اليوم عم بيشهد الماراثون، يعني في كتير من الطرقات مسكرة، وقتوا أنتوا عم تسيروا أي طريق مشان تقدروا توصلوا، مثل مصارفية يعني رحت وجيت كتير لقدرت وصل على استوديو. وكمان انتبهوا كتير منيح من الراكد ركضوا على مهلكم، خذوا معكم مي اذا كنتوا عم تركضوا، نشفوا عرقاتكم. والف مبروك للبنان كمان لنهار ماراثوني جديد اليوم على 42 كيلومتر، 7 كيلومتر او 10، في 10 و7 كمان، وكل السباقات اللي راح بتصير. والف مبروك لكل الرابحين، ونشاط رياضي بامتياز راح بيكون اليوم بلبنان. صباح الخير، لو فكت كثير بالحكي دخلك؟ لا ماشي الحال ماشي الحال، ما يعني نهار احد طرقات مسكره صحيح وواعي مأخر، فلا ماشي الحال. بتعرف مش واعي مأخر، مش واعي غريب انه ليه ما دق الالارم عندي؟ يمكن دق واخدك النوم ما سمعته. لا عادة انا نومي خفيف. اوكي. بس دي من جوا من شو بيقولوا باللاوعي كنت حاسس انه انت هون. اها مشان هيك ما بدك تجي. ما بدي اوعى. بعدك مصر على نفس النغمه ماشيين فيها، طيب ماشي الحال. طبعا نحن شيف عندنا كثير تحضيرات اليوم. مزبوط، نحن اليوم حنعمل البسبوسه بطريقه جديده بالكب كيك، وحنعمل اصابع البقلاوه باللوز والجوز. سلم ايديك. ثانك يو. ونحن رح نشوفك خلال النهار عده أكيد. مرات. سؤالي على صفحه الفيسبوك كلمه وداع للنجم المصري محمود عبد العزيز. نقرا بعض الكومنتس بعد شوي، تواصلوا معنا عبر كل السوشيال ميديا، عبر الفيسبوك، عبر تويتر، وعبر الايميل، رقم الواتساب 03010533. اي موضوع بتحبوا تطرحوه علينا طبعا نحن بننقله لاخصائيينا وبنطرحه خلال ايام الاسبوع خلال عالم الصباح. برجع بقول لكم ما توخذونا اذا كانت هيك الاوبننج هيدي، عاده انا بهايبر اكثر بالاوبننج، بس برجع بقول لكم ابتسامه عريضه، حبوا حالكم لتعكسوا المحبه على غيركم. بلشوا نهار احد حلو، رح نقلع نحن وياكم عالم صباح دايما مع كارمن والابراج. بصبحكم بالخير، اليوم الاحد 13 نوفمبر تشرين الثاني، اليوم القمر مرافقنا من برج ترابي برج الثور. اليوم وبكره القمر رح بيكون ببرج الثور، وفي عنا قمر فول مون، وهيدا القمر فول مون اسمه سوبر مون، هو بالعربي القمر العملاق، صرنا كثير عم نسمع فيه حاليا، يلي رح يكتمل بكره، وبالتالي اذا بدنا نلاحظ بنشوف انه القمر كثير قريب علينا، على الارض بنحسه مضوى اكثر، بنحسه اكبر، وبنحسه فعلا قريب كثير علينا، هيدا اسمه
القمر العملاق من 70 سنة ما كان القمر هالقد قريب وهالقد كبير وهالقد مضوى، ولكن هيدي ظاهرة طبيعية كتير حلوة. كيف تأثير هالقمر علينا؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك مولود برج الحمل، الأجواء لما مثل اليوم في عنا تأثيرات فول مون منبلش من اليوم مستمرة لبكرة. التأثيرات نوعا ما عم بتسلط ضوء بقوة على أوضاعك المالية، عم بتسلط الضوء أيضا على واجباتك وعلى مصاريفك بغض النظر عن عمرك. يمكن يكون في امتحانات، يمكن عندك علامات، يعني أنت ناطر استحقاقات، فحاول أنك تلتفت لهالأمور وحاول أنك تعطي أفضل ما عندك. الأوفر حظا 3 4 و 5 نيسان أبريل. بننتقل لبرج الثور. مولود برج الثور ظاهرة طبيعية كتير حلوة بترافقك اليوم وبكرة، وانت معني فيها مباشرة لانه هالقمر العملاق هالقمر الكبير السوبر مون موجود ببرجك. هذا بيعطيك عزيمة كتير قوية، بيوضح الأمور. إذا كانت مغبشة بتشوفها واضحة، وإذا كانت واضحة مفروض بلش تشوفها بوضوح أكتر. شو معناتها؟ معناتها مواليد برج الثور صار عندهم القدرة لحتى ياخذوا قرار، لحتى يغيروا بحياتهم، لحتى يدخلوا شيء جديد بحياتكم. انطروا مواليد برج الثور ضوء أخضر كتير مهم بهيدا اليومين. بتبقى المواليد الأنشط والأوفر حظا هي مواليد شهر نيسان أبريل. ننتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء اليوم وبكره يومين صعبين، اليوم نهار بالنسبه لإلك ضعيف، ضعيف يمكن ينعكس هالشي على صحتك، بتحس حالك انه ما عندك همه، بتحس حالك ما لك جلد، ما عندك نشاط، ما عندك حماسه، ما في تفاؤل. اليوم وبكره اصلا هن يومين خاليين من الحظوظ، فحاول انه ما تحط حالك بظروف صعبه، ما تكون راس حربه عود عائل، واكتفي بعمل روتيني وداوي جروحاتك. تبقى المواليد الاقل حظا هي مواليد شهر ايار مايو 7 8 حزيران يونيو. بنكمل مع برج السرطان. تأثير الفول مون عليك رائع هالمرة، رائع لأنه بيقوي عزيمتك، بيقوي شعبيتك، يلفت ويسلط الأضواء على خصالك الحلوة. هيدا نهار كتير حلو، مش بس اليوم، بكرة أيضا، لحتى تشارك بعمل مهم. هيدا نهار كتير مهم لحتى تطلب مساعدة، تبحث عن التأييد. هيدا نهار كتير جيد لأنه داعم لك وبيقوي لك فرص النجاح. الأكثر حظا مواليد حزيران يونيو 13-14 تموز يوليو. ننتقل لبرج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد متعب جدا تأثير هالفول مون، بتحس حالك أنه عم يتصارعوا عليك، أو بتحس في صراع بداخلك بين المسائل والواجبات، بين يمكن الأولويات، بين يمكن الضروريات، بين يمكن الأحاسيس والانفعالات، بين الحياة الببليك والحياة الخاصة. في تعب، في قلق اليوم وبكرة. شغلتك أنه ما تخلي الأمور تدهور، بعد عن المشاكل سفر سنة. الأكثر تعبا مولود 26-27-28 تموز يوليو. بنكمل مع برج العذراء. ولا أجمل من هيك قمر، تأثيراته عليك مضواية، أنت بتبين مضوى، يعني بنورك وبخلي الأمور فعلا منورة قدامك، وبالتالي نظرتك للأمور متفائلة حلوة، ومش بس هيك بصير تشوف لبعيد وكأنه البعيد صار كمان مضوى. الأجواء إيجابية جدا جدا جدا، ومن أفضل أيام هيدا الشهر، مش بس اليوم، بكرة أيضا. الأكثر حظا 8-9 أيلول سبتمبر بالإضافة لمواليد آب أغسطس. منكمل مع برج الميزان. صلح اخطاء اليومين اللي مرقوا، اليوم نهار بيطلب منك مولود برج الميزان انه تسعى لمصالحه، هالضوء الكبير اللي مضوى اليوم هالقمر العملاق عم بيقول لك حان الوقت لحتى نوعا ما تتنازل شوي، تاخذ خطوه تجاه الاخر، تبادر، تشوف كيف بدك تعمل لحتى تتكيف وتتاقلم مع الظروف، ما تتكبر، خلي الامور تمشي بطريقه ايجابيه، وما تنزع حظوظك، خاصه اذا كنت من مواليد 6 ل 8 اكتوبر، لأن حظوظك كثير قويه وكثير مهمه. بننتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب هالقمر العملاق السوبر مون كثير مهم هيدي السنه. بالنسبة لك مولود برج العقرب هيدا الفول مون نوعا ما عم بيقلك خوض وعطي، عم بيقلك شوفني
شوف الآخر، يعني شوف الآخر، شوف شو بده الآخر، إن كان الزميل، إن كان الصديق، إن كان الجار. بحياتك اليومية هاليومين نوعا ما رح بتكون مش مخربطة، لكن في هالة كتير كبير عليها، هايلايتد باللون الزهر، باللون الأصفر، مبينة بخطوط عريضة لحتى تنتبه للآخر، يلي فيكون أولادك، يمكن يكونوا، يمكن يكون شريكك بالحياة، يمكن يكون الناس بتشتغل معهم. بدك تاخذ وتعطي، بدك تطول بالك وبتعد عن إثارة المتاعب وما توزع ملاحظات شمال ويمين. الأنشط 13-14 نوفمبر الأكثر تعبا هو مولود أكتوبر. ننتقل لبرج القوس. مولود برج القوس هيدا القمر المضوى والحلو كتير نوعا ما بالنسبة لك، مؤشر تعب، قلق وتراجع صحي أو حتى بالشغل. يعني شو بدنا نعمل هاليومين؟ القمر اليوم دلالة على، عم بحكي عن برج القوس لأنه لكل هالقمر المضوى دليل لكل واحد مؤشر شيء. بالنسبة لبرج القوس هالمؤشر بالنسبة لك منه كتير مسهل الأمور، يجلب التعب، يجلب القلق، يجلب المزيد من المسؤوليات، وبدك تطلب مساعدة من حدا، فكمان أنت بدك تتنازل شوي عن عرشك وتروح وتسأل الآخر لحتى يساعدك. إيد وحدة لحالها ما بتزقف، لكن أكتر شي بهمني أنك تنتبه على مسائل صحية عندك. الأقل حظا 8 و9 ديسمبر كانون الأول. منكمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي هالقمر البدر، هالسوبر مون، القمر العملاق، شيء كتير مهم بالنسبة لك. بحطك مع الرابحين، بحطك مع المميزين. ما تقعد عائل هاليومين حتى لو عندك إجازة، بالعكس الغي الإجازة، اشتغل فيها. الوقت هو أهم شيء، ونوعية الوقت هلأ كتير مهمة. اليوم وبكرة من أفضل أيام الشهر. انبسط بهذا القمر العملاق، روح تصور، خذ صور كتيرة، لأنه هذا العملاق، هذا القمر العملاق مفروض يكون ذكرى حلوة لألك. الأكثر حظا مواليد ديسمبر، وانتبهوا 5-6-7 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو، مولود برج الدلو هالقمر العملاق نوعا ما بتعبك كتير، بخليك تعصب، بخليك تكون نمرود شوي، بمعنى انه بصير تتفلسف، بصير تفرض ذاتك، بتخلق جو من المشاكل، بصير في توتر خاصة بالمكان اللي انت قاعد فيه اكترية الوقت، كان بالمكتب، بالمدرسة أو حتى بالبيت. ضروري تنتبه لأوضاعك، لاستقرار أوضاعك الشخصية، لأنه معقولة هالقمر البدري ضوي بقوة على الأخطاء والنقاط الضعيفة. كون حذر جدا 23-24-25 كانون 2 يناير، انتبه من السرعة خاصة تحت تأثير هالقمر البدر. إذا مؤشر هالقمر البدر مؤشر لبعض المشاكل عند مواليد برج الدلو اليوم وبكرة. ننتقل عند لبرج الحوت. مولود برج الحوت غمض عينيك، عمول اللي بدك اياه، تأثيرات كتير حلوة مرافقتك اليوم وبكرة. بالعكس حتى مبين واضح انه من الدراسة الفلكية انه هالقمر العملاق رح ينشط أفكارك، مخيلتك، طاقاتك، قدراتك الجسدية والفكرية، سريع، نشيط، ذكي، أحلى أفكار، أحلى كتاب بيطلع بين اليوم وبكرة. لذلك قوي حالك، روح الامتحانات، روح اللقاءات. إذا مفكر تقعد ما تعمل شيء بتكون مغلط. نوعية الوقت رائعة اليوم وبكرة. الأوفر حظا 11-12 و13 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، مساقب اليوم في سوبر مون، قمر عملاق مرافقك على مدى هالسنة اليوم وبكرة. شو معناتها؟ معناتها بدك تنتبه كتير لعلاقاتك، لاستقرارها، بدك تنتبه لشراكاتك، اي كونترا عندك، كونترا عاطفي، كونترا قانوني، اداري، مالي، بدك تنتبه لانه يمكن يصير في شويه تحديات، بدك تعرف تحافظ على استقرارك. نوفمبر، اذار، مارس، تموز، يوليو هني افضل الاشهر. الى اللقاء بكره ابراج جديده، باي باي. تعرف انه ابسط شيء باناقة الانسان هو نظافة قلبه، ما يأذي حدا، ما يجرح حدا، ويكون شيء حلو بحياة الاخرين. بريك ونرجع.
عودي معكم للمتابعة، وكمان طبعا بنبلش فقرات عالم الصباح من بعد الأبراج مثل ما بتعرفوا كل يوم أحد مع جون بفيديوز أنتم بتبعتون، وفيديوز طبعا بيختارون جون من يوتيوب. يوتيوب بس بالفعل امبارح وكأنه كان نهار رحيل العمالقة، يعني كان كتير من صح اللي رحلوا. بين أكيد بنرجع مرة تانية كمان بنتوجه من المملكة العربية السعودية ومن العيلة المالكي بأحر التعازي من أسرة برنامج عالم صباح وأسرة تلفزيون مستقبل بفقدان الأخ الملك تركي بن عبد العزيز. طبعا احنا بنعرف يكون مثوي الجنة يا رب، نعرف قديش عزيز كان على قلب الملك، وامبارح شفنا كثير وشاهدنا عبر الانترنت وعبر اليوتيوب من صور ومقالات عم تحكي عن حزن الملك جلالة الملك بفقدان خيو. وطبعا نتقدم كمان من جمهورية مصر بأحر التعازي من عالم صباح وتلفزيون مستقبل والشعب اللبناني كمان لفقدان أحد أعمدة الشاشة الذهبية محمود عبد العزيز. وأيضا كمان توفى امبارح المغني العالمي ليونار كوهن يلي هو كتب أغنية هللويا. صح 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 يعني صح. كان في امبارح ما بعرف كان الموجة يعني صح يعني بتعرف يعني هالحياه يعني بدك تقول، بس عن جد ناس اللي عم نحكي عنهم تركوا اعمال خيريه كثير، تركوا اعمال بينذكروا كل حياتهم يعني ما بينسوا. اكيد نحن بعد شوي رح يكون في لنا محطه صح اكيد رح يكون على غير موجه رح نحكي عن ليونار. بنذكر المشاهدين انه على 03-010-533 فيهم يبعثوا لنا اي فيديو ليعرضوا جون بفكرته. انا بدي افهم شو جاي تعبان ومش واعي بتعرف هلا سحب كل شيء. خي انا لشو جبتونا اليوم جوزيف خليهم لا انا ماني تعبان، لا انا ماني تعبان، شكله بدك تغير لي سلولاري جون. رح نحكي جوزيف عندنا اليوم على يوتيوب عندنا اول شيء الفيديو اللي بعث لنا انت هلا ذكرت الرقم الفيديو اللي بعثوا لنا اياه المشاهدين رح نحضره، وبعدين عندنا شخص كثير مهضوم نحكي عنه بعد ما نحضر الفيديو. شفته مهضوم كثير عاملها بولادك شي مره؟ لا بس مش بال هيدي مش بالطنجره ولا بالصينيه. رح نحكي اليوم بيوتيوب هذا الفيديو اكيد اللي بعثوا لنا المشاهدين، برجع بذكرهم يبعثوا لنا على واتساب على الرقم واكيد يبعثوا لنا اسمهم نشكرهم. بدنا نحكي اليوم عن زاك كينج. زاك كينج هو شخص فيك تعتبره من اشطر ناس على يوتيوب واشطر ناس بالفيديوز لانه بطريقه ستوب موشن بيعمل ستوب موشن بطريقه بيعمل شيء مهضوم ما بتكون متوقعه. ماجيك فاينز ماجيك هي الفاين. شو هي الفاين؟ هي فيديو اقل من 10 ثواني بتعمل شيء فيه سريع، يعني انت فيديو 10 ثواني كثير سريع بيقطع بتعمل شيء فيه بتضحك الناس. هي مينلي هون زاك كينج يعني بتشوفه اكيد حاضر فيديو عنه بيكون ماسك اعتبر السيولير بيعمل هيك بيطلع على الابلكيشنز على الطاوله. بلا ما نحكي عنه خلينا نحضر اول شغله. Ladies and gentlemen, welcome on board this Turkish Airlines flight. Our safety briefing is important, which is why we've created one with a touch of magic. Carefully stow your hand luggage in the overhead bins or under the seat in front of you. When the seatbelt sign is on, please fasten your seatbelt. Keep it fastened and visible while seated. The crew will provide loop belts for infants. You can release it as shown here when needed. It is illegal to smoke on this flight, including electronic cigarettes. It is also strictly prohibited to smoke in the toilets, which are equipped with smoke detectors. Set your mobile phones and all electronic devices to flight mode. For takeoff and landing, please switch them off, unplug them, and stow them away. In case of loss of cabin pressure, oxygen masks will drop down automatically. Pull the nearest mask over your nose and mouth. Make sure your mask is well adjusted before helping your child. On the command, brace for impact, take the brace position as you see here. Emergency exits are located on each side of the cabin, at the front, center, and rear. The exit signs help you locate them. Take a moment now to locate the nearest sign, which may be behind you. In the event of an emergency evacuation, leave the aircraft following the exit signs and the illuminated path
along the aisle, or between the seats. As you exit, please leave all hand luggage, high heels, and sharp objects behind, not to impede the rapid evacuation. Your life vest is located here or here. Place it over your head and pull the straps tight. Inflate as you leave the plane by pulling the red toggles or blowing into the tubes. The light will come on when in contact with water or by pulling the plug on the battery. The crew will provide life vests for infants. Please only remove and put the life vest on if instructed to. Inflate it immediately. Exit doors are fitted with slides, which will be operated by the crew in case of an emergency. For takeoff and landing, please make sure that your tray table is closed, your window blind is open, and that your seat back is fully upright. Please stow your footrest, video screen, and headset. خد التاني على السريع، معانا وقت نعلق بس مهضوم كتير. يعني ما هيك ما هي يعني هيدي هو ذا كينج. اكيد مش عم نعمل دعايه لحدا، نحن بس بدنا نفرجيك ذا كينج قد ايه قوي وقد ايه شاطر بالمونتاجات اللي بيعملون درج لدرجه انه صار ياخذوه شركات عالميه يعمل لهم مثل كوميرشال تبعهم. نحضر تاني فيديو. كينج مي تو مي تو مي تو 1 2 3 4. See that? 4 times is more fun. Oh. Oh, yeah. Napoleon. Keep your style simple. Okay. To be rich? Rich. مهضوم كثير، مهضوم كثير، مهضوم عن جد. ذا كينج يعني بنصحكم تفوتوا تحضروا كل الفيديوز اللي عملون، في عنده اكثر من 100 فاين فيك تعتبر هول القصص الصغار اللي بيعملون. درج بلش من هيديك، بس هي لعبه مونتاج. مونتاج اكيد مونتاج، بس بتحس كانه عم يعمل سحر لانه ما فيك تعرف، حتى لو نحن جربنا نعمله ما فيك تعرف، ما بعرف يعني شو عنده سر يعني. بحب اقول اول شيء هاي لرولا اللي عم تحكينا، بونجور رولا وثانكيو للشيف على الترويقه اليوم. رولا 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 سلمت قلبك، رولا سلمت قلبك، ترجع بالسلامه. يلا بنشوف بعد فيه فيديو اذا خلص. خلص 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 خلصت اليوم. ما اخذت لك الوقت عم تحكي اول شيء. بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه انا وياكم، ما تروحوا لبعيد، خليكم معنا. رح نجري اتصال مع رولا ولا ايه؟ طب هلا بفكرت حتى ما تحكي انت. من وقت بده يروح لانه الشيف بده يقلع. عبد الله شو جاهز؟ انا جاهز. قررت حبك هلا هلا من هلا لنص ساعة بس؟ طيب ماشي، ما بعرف حسب تصرفاتك وانت قاعد عائل بنكمل النهار. طيب رح ننتقل لرشة ملح مع السكر اليوم. أيوة مع سكري. الشيف عبد الله. صباح الخير عن جديد، وصلنا لأول وقفة من فقرة رشة ملح. مثل ما بتعرفوا نهار الأحد دايما بنعمل حلويات. اليوم حلوياتنا هنحكي بالتفصيل شو عنا المكونات. عندي هتلاقوا من البيض، من السكر، جوز الهند المبروش، عنا من الحليب البودرة، من السميد، لبن، قشطة معلبة، هتلاقوا عندي شوي من الطحين، وفانيلا، وبيكنج باودر. هيدا الخليط شو بدي اجي اعمل فيه؟ بدي اجي اخلطه مع بعض ونعمل البسبوسي كب كيك. البسبوسي بنعرف انه هي من الحلويات العربيه اللي بتعشق القطر، فلنعمل القطر صرتوا بتعرفوا دائما عندنا القاعده الذهبيه، كميه السكر نصها مي، وعندنا مزهر وعصير حامض. هيك القطر عندنا بهالطريقه غلوت 8 دقايق منطفي بصير جاهز. بتاني وقفه بنجي بنحضر البسبوسه، شو حنعمل؟ حنجي نبلش نسكبها. حتلاقوا عندكم انا سكبت بصينيه الكب كيك او المفن، سكبت البسبوسه وزينت باللوز. فيني بعد انا زين اذا بدكم
كمان ركبت من هال الالمنيوم كاب كمان ديسبوزبل في كل شخص تكون هاي الوجبه تعيته يتناولها، او فينا نعملها بهالطريقه ونبعث الحلويات لاولادنا بعد ما نغطيها للمدرسه كمان بتكون كسناك بقلب المدرسه. فناخذ شوي كمان من جوز الهند بهالطريقه. بتعرفوا لما الاحد نعمل حلويات مضطرين نعمل الحلويات، يعني انتم عم تشوفون هلا مخبوزين حيصيروا، ترجعوا بتشوفون دائما كيف بدنا نعملهم. فدائما شغل نهار الاحد بيكون ضرب اثنين، بدنا نخبز ونحضر ونرجع بنشوف طريقه التحضير. هلا هنروح على الفرن. درجه حراره 180 20 ل 25 دقيقه. ثاني وصفه عندي على السريع شو حاعمل؟ حاخذ من الجوز، ارجع اخذ فوقهم من اللوز، حاترك شوي من اللوز لارجع زين فيهم البسبوسه، وعندي من السكر البودره. هذا الخليط اللي عندي شو بدي اعمل فيه؟ هنجي نفضيه بهالميله وبصير جاهز عندي لنحشيه. رؤية جون حبيبي رؤ، بصير جاهز عندي لنحشيه بقلب عجينة البقلاوة أنا وأنتو بوقفتنا التانية. وهلأ كلنا مضطرين نرجع لا عن جوزيف ولا عن جون، أنا بجوزيف ما مخلص، كيف إذا جوزيف وجون مع بعض اليوم؟ اخذت بالاوبننج وقت كثير إيه؟ لانه عم اخذت لك من وقتك ومن وقت جون كله. يعني ما بعرف انا وياك وجون إيه؟ ما بس هلا انا لا انا قلت بدي احبه هلا ايه ما بعرف هلا الحرب عليك يا خرابي خفف لي حكي اوكي خفف لي حكي على غير موجي على غير موجي. اليوم رح نحكي مثل ما قلنا عن مغني العالمي الراحل اللي تركنا امبارح ليله امبارح ليونارد كوهن. صح 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 نقلت المجلة انه عائلة المغني اكدت انه رح يعقد تكريم للراحل بمدينة لوس انجلوس لانه فضلت انه تكون الجنازة عائلية دون ان تفصح عن سبب الوفاة. خلينا نحن وياكم بل انتبهك لقدم الفقرة؟ طيب يلا اوكي لا لا قعد قعد حب رايحك انا حب شو رايحتونا اليوم بس تفضل رح نحكي يعني جوزيف ثانكيو على المعلومات اللي عم تعطينا اياها هون. لينارد كوهن بدنا نحكي عنه بدنا نحكي عن حياته اكيد بدنا نحكي بدنا نسمع الاغاني تبعه. مثل ما قلت بالانترودكشن الطويله اللي اخذت لي من وقتها على يوتيوب انه هو اللي غنى غنيه هللويا هو اللي كتبها بال 84 صحيح. الغنيه ما اخذت رهجه بس اول ما عملها. هلا في عندك الغنيه اكثر من 300 شخص مغنيها بتعتبر من اكثر الاغاني. بس ليش مؤخرا انتشرت كثير او مؤخرا يعني انت اعاده توزيع يمكن اعاده توزيع حسب الارتست اللي بيرجع بيغنيها بيرجع بيدرجها. يعني في عندك دائما اغاني ما بتموت بس بيجي واحد بيغنيها هي من 84 84 اول مره انكتبت. لينارد كوهن صار له من 67 بيغني اول البوم له كان بال 67 هو كندي الاصل هو توفى عن عمر 82 سنه 82 سنه كانسر they say it's cancer. نعم شو عرفك ما قايلين العائله بده يخلوا سبب الوفاه في عندك ويكيبيديا اتس فيري هيوج يعني في عندك بيرسونال انفو بتنحط ايش معقول شو حشور طب احترم شو بدها العائله ولو ما لقلت العالم هي الوفاه كانت 7 اوف نوفمبر اعلن عنه اعلنوا عنه 10 اوف نوفمبر وقت ضيعون الدينتي نعم شو في عم بضحك عم بلوفك لسانك شو بدنا نشوف هلا رح نحضر نحن اول شغله رح نحضر فيديو هللويا اوكي في عنا فيديو هللويا لقلو بعدين رح نرجع نسمع الفيرجن العربي تبعه كتير حلوه واكيد رح يقطع معنا ستيلز ونحضر اول فيديو مع بعض يلا في تكنيكال بروبلمز صغيرة بس عم اذكر انه رحل على عمر 82 سنه 82 سنه العائله حبت تخلي كل شيء برايفت يعني حتى الجنازه أكيد. وسبب الوفاه ما حبت تحكي عنه بس رح يعقد تكريم للراحل صح اكيد يعني اذا بدنا نحكي نحن عن لينارد كوهن اذا بدك تحكي عنه جنرالي كورت كوبين اللي بيغني لنيرفانا يعني كمان يعتبر كمان ون اوف ذا بيجست باندز بالاغاني تبعه بيحكي عنه لينارد بيقول له بيقول ون اوف ذا ليركس تبعهم بيجي بيقول انه يا ريت انا في اعيش بعالم نعم فيه لينارد كوهن يعني يا ريت الافتر لايف يا لينارد كوهن ريدي ريدي صار الفيديو ريدي نحضره مع بعض
heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. As for me, all I ever learned from love. يعني مبسوط حطينا هيك غنية لبركي نحط شوية سلام باستوديو ثلاثة يعني عم بيقبروا بعض. لا مش مزبوط. مش مزبوط. يعني عم نسمع هلا الغنية. أنا نوايي صافية وسليمة. حطينا هلا غنية لنروق الأجواء، الغنية تبع هللويا أكيد يعني ما بعتقد في حدا مش سمعها، الغنية تغنيت أكثر حدا إن شاء الله. في فيرجن عربي؟ في عنا الفيرجن العربي. نعم مين بدك تسمعها اول شيء وانت رح تعرف مين غنيها يلا اسمعها مع بعض من الليالي لست ادري ما ترى ظلمه تغمرني يا رب اوكي الارض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات ابكي يا الهي يا الهي يا إلهي استختلف شوي اللحن عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي حلوة حلوة حمد الحسين صح زيت اللحن الكلمات زيتون اترجموا للعربي يعني بتلاحظ قدي غنية هللويا أخذت رهجتها ويعني ورلد وايد صارت مش عم نحكي نحن عم عن غنية تغنيت بلغة أو لغتين انغلت بكل اللغات يعني حتى يعني لو وصلنا للترجمة لبقي اللحن تبعها وقت حضرنا الفيديو لينارد كوهن بتلاحظ يعني أنه عنده صوت مختلف عنده حضور على المسرح كان كتير حلو وكل الناس يعني كنا عم نحكي عن كورت كوبين هو كيف انه حكى عنه وقال له انه انا وقتها بدي موت بدي اكون عايش بمثل جنة لينارد كوهن هو مسيطر عليها قد ما يعني كان يحكي عن قصص حلوة لينارد كوهن اذا بدنا نحكي عنه عن معلومة صغيرة كان كتير يغني عن الحرب اوكي حكى عن الحرب عمل مثل ألبوم كامل وعمل غنية اسمها لوفر 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 عن الحرب الفلسطينية أوكي. اللي صاير بالفلسطين والصراع العربي اللي صاير ووقت اجوا سالوه انت مع اي طرف قال له انا مع الطرف اللي معه حق أوكي. هو معروف انه كان مع العرب يعني بتلاحظ قد ايه كان يعني بيحب مع البيس يرحم ترابك يا ليرنارد كوهن عن جد الله يرحم ترابه انا بحب الاشخاص المتعصبين للعرب صح وعندك شغله يعني وقتك بدنا نحضر هالفيديو بس قبل بدي اقول معلومه يعني كنا اخر مره عم نحكي عن ملحن بركات وبتحكي عن جد في عندك يعني هول الفنانين بيموتوا بس بتبقى الموسيقى تبعهم بيعيشوا من الموسيقى تبعهم يعني بيستمروا يعني بيعيشوا معنا كل يوم صح صح اكيد نحضر الفيديو بعد في فيديو صح
يلا نحضر خليك Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. The monkey and the plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. مش غلط قبل ثلاث فيديوز. ثانك يو جون في شيء ثاني بتقوله؟ عندي بعد دقيقتين ليه ما خلينا انا احكي بعد عندي دقيقة انا قلت لك بدي احب ولا شيف عبد الله ايه بس واتفق انا هو غمزني وقال لي اعمل هيك طيب يلا احكي يا اخي إيه لا انه منيح يعني عن جد يعني مبسوط انه تركني احكي جوزيف بالفقرة تبعي عن جد يعني شيء رائع لك فوت اطبخ كمان وخلص ريحنا يعني خلص علم جوزيف بنشوفكم ان شاء الله تكونوا حبيتوا اللي عندكم ان شاء الله تكونوا حبيتوا ليونارد كوهن عن جد بنصح كل المشاهدين يفوتوا يسمعوا له مثل ما كنت عم بحكي هو كثير بغني عن الحرب بس هو لانه ضد الحرب ضد الاجرام اللي عم بيصير بدك تقول هو اكثر هيز بيسفول جاي عامل البوم كمان من 2014 وكان عم يشتغل على البوم لاخر دقيقه رح ينزل البوم جديد له يعني لاخر دقيقه بقى عم يشتغل لنزل الالبوم عم يطلع فيي عم يغزلني بعيونه يعني لا عم بيدبل عيونه قدامي ولا كلمه ان شاء الله تكونوا حبيتوا اكيد بنصح المشاهدين يفوتوا يحضروا على يوتيوب فيديوز تبعه بنشوفكم بعد الفاصل فاصل ونواصل طبعا كيف قلعتوا نهاركم كله تمام بتعرفوا احيانا غياب شخص واحد عن عالمك بحسسك بغياب العالم كله يعني اذا كل واحد بيطلع بحياته اكيد كلنا فقدنا اشخاص قريبين وان شاء الله ما يكونوا ابدا اشخاص عزيزين على قلوبنا حتى ما نتعذب ولكن اوقات شخص واحد غاب عن عالمنا بحسسنا بفراغ كتير كبير عودي معكم لمتابعه عالم صباح لليوم الاحد 13 نوفمبر 2016 ضيفي بالاستوديو سيد شارل ابو حرب مؤسس ومدير عام شركه تشارلز تاكسي اهلا وسهلا فيك بونجور اهلا وسهلا صباح الخير مرسي. وطبعا احنا بنعرف الشركه العريقه والقديمه قديش عندها خدمات كبيره قدمتها للشعب اللبناني وطبعا قدرت تساعد على اصعد كبير اليوم نحن رح نحكي ونعرف اكثر عن تشارلز تاكسي وعن الامان وعلى المعامله الحسنه وعلى هالاكيب يلي هو كل واحد موحد وعم بيتعاون مع كل شخص بتعاون معه بشكل لبق وباحتراف كتير كبير كتير مهم التاكسي باي بلد بالعالم صح. يكون مشرف للبلد لانه يمكن اول شخص سائح بيوصل على البلد 100% رح يشوف التاكسي رح يلتقي بالتاكسي اول ردة فعل نعم اول شيء جوزيف بقول لك صباح الخير لك ولجميع المشاهدين صباح النور ميرسي على الوقت اللي اعطيته لشركتنا تشارلي تاكسي فانا بيسرني اني اقول لك انه نحن تشارلي تاكسي اول شركه انطلقت ببيروت وبلبنان خاصه بتقدم خدمات النقل دور تو دور نعم فالفكره نحن ابتكرناها بلبنان وطورناها لحتى صار عندنا اسطول بيتالف من 220 سياره بغطي كل الاراضي اللبنانيه نحن سيستم تبعنا
مجهز بجوجل ماب، سياراتنا كلها تابلت، الابلكيشن موجوده مع كل درايفرز، بينعمل تراكنج للطلب من وقت ما بينحط على اقرب شوفير هو موجود لعندك. وقدرنا اليوم نزف لجميع المواطنين انه وين ما تكونوا ببيروت الكبرى انطلاقا من نهر الكلب حتى خلده، اذا حابين تروحوا على المطار تسافروا، التاكسي هي 20,000 ليره. نعم. اذا رحتوا على المطار او اذا راجعين من المطار، فتسعيرها هي تسعيرها وحده موحده. نعم. بالاضافه لرجعه من المطار رح نزيد عليكم موقف المطار اللي هو قصرا عم نفوت عليه من اخر قرار صدر من اداره مطار بيروت الدولي. نعم. مطار رفيق الحريري الدولي. نعم. فانا بحب اليوم هيك نحكي شوي عن الشركه وكيف تطورت ونحن من شو مؤلفين. مثل ما قلت لك نحن مؤلفين من 220 سياره منتشره على كل الاراضي اللبنانيه. مش مين ما كان في يعمل شوفير بتشارلي تاكسي. نعم. شوفير عندنا بيخضع على دورات كثير مكثفه تمتد ايامات ل 20 يوم. بفوت بدورات تفصيليه، كيف بده يتعاطى مع الزبائن؟ كيف بده يستعمل ابلكيشن بقلب السياره لازم يوقف على اليمين؟ كيف لازم يساعد الزبون بقلب السياره؟ اذا خاصه اذا رايح على المطار، او اذا مدام خطياره بتطلع بالسياره، او اذا ست لابسه كل ثيابها، يعني في مساعده شخصيه 100%. كيف الشوفير لازم ينزل يفتح باب للمدام وتطلعها بالسياره؟ كيف نحن ممكن نقدم خدمات للمدارس؟ كيف بنعمل سياراتنا الصباح كل شوفير ملتزم بتلميذ معين يقدر ياخذه على مدرسته ويكون مثل شوفيره الخاص؟ يعني كمان يعني في تعامل شخصي وغير تعامل شخصي، بده يكون كمان حافظ الطرقات، هي اهم شيء. 100% اشخاص مش حافظين الطريق. صح، حتى لو ما كان مش حافظ طريق الجوجل ماب هي بتدله وين. نعم. يعني وانس هو حط هو وين رايح، فالخريطه بتدله كيف لازم يروح. اوكي. فهذا اللي بحب اقول لك اياه. واخص من هيك انه نحن الكول سنتر عندنا 15-14، هو بيفتح 24 ساعه على 7 ايام. نعم. يعني باي وقت بتلفنوا على 15-14 تشارلي تاكسي رح يكون جاهز، في حدا يرد علينا وفي حدا يسجل. 24 ساعة عندنا اكيب عمل مؤلف من حوالي 25 شخص على مدار الساعة. نعم. بثلاث دوامات مختلفة موجودين بكل المناطق اللبنانية. كافة بكل المناطق اللبنانية، نحن جبلا بقاعا جنوبا شمالا، نحن سياراتنا كلها تشتغل على الجوجل ماب. نعم. يعني ما عندنا محل بيوقفوا سياراتي بيتجمعوا، السيارات منتشرة ضمن زوناج نحن عاملينه بقلب البلد لحتى يأمنوا الطلبات بخلال 5 دقائق 7 دقائق بقلب بيروت، خارج بيروت الماكسيموم 20 دقيقة. نعم. يعني ممكن نحن نغطي طرابلس وصور بنفس الوقت ب 25 دقيقة. نعم. اها ايه هالقد. طيب طبعا في كثير امور يعني بنفقد لها اوقات بالتعب. نعم. التعامل مع التاكسي اللي هو مثل ما كنت عم تقول الاحتراف، التعاطي المباشر، التعاطي الشخصي، يعني هو تدريبات بتصير على ايد مين؟ يعني مين اللي بيدرب هالشبيبه يلي عم يشتغلوا بتشارلز تاكسي؟ انا كوني رئيس شركه تشارلي تاكسي ورئيس نقابه اصحاب شركات التاكسي بلبنان، ونحن اعضاء بجمعيه نقابات شركات التاكسي بالعالم اللي هي IRU يلي مقرها اليوم بألمانيا. فنحن شبابنا بتتدرب على ايد اخصائيين عالميين اوروبيين كيف لازم يتعاطوا واصول المهنه كيف لازم يقدموها لكل المواطنين. فدائما بكون عندنا دورات كل 6 أو 8 أشهر مع فريق عمل مختص يقدر يأهل هالناس كلها من سائقي تشارلي تاكسي ومن اجتماعات عامه بتصير على مجلس النقابه عامه. في اعمار معينه للشبيبه يستحسن انه يكونوا تحت ال 55 واكثر من 30. هلا يستحسن لحتى يكون الانسان راكز ومتزن عقليا. بس في استثناءات، 55 صغير يعني، في يكون اكبر شوي ويكون في يكون اكبر الشوفر. بس ما نحن اذا بدنا ندربه لحتى نقدر نشتغل معه 4 أو 5 سنين لحتى يضل بصحته الكامله، يعني ما يصير فوق ال 64. نعم. ونكون نحن دربناه يكون بال 60 يعني انه. نعم. فالافضل يكون بهذا العمر. ف واللي بيميز تشارلي تاكسي اليوم بالساحه اللبنانيه انه هي وحده الاسطول، نحن سياراتنا كلها بيض، شبابنا كلها كرافاتي بنفس اليونيفورم. في يونيفورم موحد، أكيد في لون موحد للسيارات، في لون موحد للسيارات، في كول سنتر واحد بيفتح 24 ساعة. بالإضافة للبنان نحن بنغطي دبي وبنغطي باريس. نعم. قريبا رح نكون نغطي قبرص. أه. دائما هو الكول سنتر عندنا ببيروت والديسباتشنج سيستم هو موجود ببيروت. نعم. فبيروت هي مركز كتير كبير لتوزيع الطلبات تقريبا بهالمناطق اللي ذكرتها، وبالاخص نقابه شركات تاكسي بلبنان ممكن تكون هي المركز الكبير لكل دول المنطقه، لان هي مركزها كتير مهم ودول المنطقه بتفتقد لوجود النقابات فيها. صحيح. فنقابتنا رح تكون النقابه الام يلي هي رح طيب اذا حضرتك النقيب بلبنان، هل انت كمان يعني مفروض النقيب يكون في قانون معين يمشي عليه، مفروض يفرض امور معينه واسس معينه على كل شركات التاكسي الموجوده بلبنان؟ صح 100%. انت بتعرف اليوم بالقانون العام في نوعين من النقابات،
في نقابة إلزمية الدخول لها مثل نقابة المحامين ونقابة الأطباء، نعم. يعني ما تقدر تمارس المهنة إلا ما تكون أنت عضو بقلب هالنقابة. صحيح. وفي نقابات أنت ممكن تنتسب لها بطريقة اختيارية، يلي هي من ضمن نقابتنا وباقي النقابات الكتار يعني بالبلد، مثل نقابة أصحاب الفنادق ونقابة فأنت بتنتسب لها بطريقة اختيارية، منك مضطر أنك تكون أنت بالنقابة. نحن بنتمنى، نحن بنعمل دورات تدريبية، بنتبادل خبراتنا، منتثقف من بعضنا، منساعد بعضنا، بس ما فينا نفرض القانون على بعضنا، نعم. لأن هو الزمية الدخول لها منا إلزامية للنقابة. نعم. طيب إذا بدنا نحكي عن شوي الأسعار، نعم. شارلي، لأنه بنعرف كتير منيح أوقات يعني بيضيع الزبون، وخاصة اللي بيستعمل التاكسي بشكل مستمر في عالم ما بتحب تسوق، ما عندها سيارات، خاصة إذا كان بالعشقة أو كان عندها الفوبيا أو بعمر معين بطلوا يسوقوا، صح. أو تحت 18 الشبيبة اللي بيروحوا على الجامعات أو بيروحوا على المدارس وما عندهم سيارات رح يستعملوا التاكسي. مزبوط. يعني نحن أولا بالنسبة للمطار حسمناها، نعم. هي 20,000 ليرة أكبر تاكسي على المطار من تنين نهر الكلب لخلدة، نعم. يعني إذا كنا بجوني 25,000، إذا، نعم. كنا بجبال 35,000، إذا كنا بصيدا على المطار 35. هي عادة الأسعار أكثر من هيك، أكثر من هيك حتى يعني تسعير المطار ويروت الدولة بتعرف 40 دولار و50 دولار و60 دولار، فهي التسعيرة نحن حسمناها من بيروت مطار رفيق حرير الدولة، من مطار رفيق حرير الدولة. عضاني صلح. لا عم بمزح، تفضل. بعرف. فهي التسعيرة على المطار نحن حسمناها. نعم. بيبقى عندنا مشكلة أزمة السير ببيروت، يعني نحن كمان اليوم عم نحاول نوصل هالثقافة الجديدة للمواطن، انه بليز استعملوا التاكسي لنخفف ازمه السير. اذا كان من تشارلي تاكسي اللي هو جاهز يتلقى طلباتكم على 15-14 او باقي الشركات اللي بتشتغلوا فيها، الاسعار التاكسي هي كتير رخيصه، منها غاليه، يعني انت ممكن تبرم بيروت بخمس دولارات او بعشرة الاف ليره او باثناشر الف ليره، نعم. يعني اذا انت بدك تروح تنقله من الحمرة على سوليدير ب8000 ليره، اوكي. فاذا انت وصلت على المحل اللي رايح عليه واخذ لك سيارتك الفالي باركينج بتحط 10,000 بس، لو ما في عجقات كانت تسعيرها اقل. فلو ما في ايه، لو حقيقه بس لو كل العالم تستعمل التاكسي مثل دول العالم، نعم. ما بكون في عجقات هالقد بالسير. صحيح. نحن بتعرف نفتقد للنقل العام بالبلد، للمترو، للترين، نفتقد لكل شيء، ما عندنا الا التاكسي اللي هو عم يبرم. بس بتصور اذا ليستعملوا النقل العام بده يكون يعني حسب المدخول وحسب بدك تحكي المستوى القمن، نعم. بده يكون اقل كمان سعر التاكسي من هيك، يعني ما في الانسان يوميا 100% يعني بدنا نحكي بشريحه معينه. حق معك، نعم. انت بتعرف انه نحن ببلدنا استبدلنا النقل العام بالسيرفيس، نعم. يعني ممكن انسان يطلع كمان ب 2000 ليره ويروح، صحيح. يستعمل سياره النقل الركاب، نعم. ممكن ياخذ التاكسي اللي كلها هي بتكلف بين 8 و10 و12 الف الماكسيموم، نعم. فالاسعار هي بمتناول الجميع، واذا نحن بنفوت بهالاستراتيجيه وبهالثقافه الجديده بالمجتمع، نعم. فعلا بنخفف ازمه السير بلبنان، بنخفف حوادث السير خاصه بالسهرات، يعني كل حدا حابب يروح يسهر وبده يشرب او لازم يستعمل ما يروح بسيارته، لانه ما بنعرف شو بصير معه بالرجعه، نعم. حتى نحن لتشارلي تاكسي خلقنا شركتين سيستر كومباني لنا، شركه ثانيه اللي هي ممكن انت تستاجر شوفير من دون سياره، يعني انت ما حابب تروح بالتاكسي، حابب تروح بسيارتك، أوكي. فيك تاخذ شوفير من عندنا يسوق لك سيارتك، أه. الخاصه، أوكي. ويكون كمان بسعر التاكسي نفس الشيء، او فيك تستاجر سياره من دون شوفير اذا انت حابب تسوق وما بدك تاكسي وما بدك شوفير، فيك تستاجر سياره من كمان. هيدي انا بعملها لانه انا عاده بقعد حد الدرايفر بضلني اضرب فريمات، يعني هم انا ضلني عم سوق انا مثلك. طيب استاذ شارلي، خلينا نحكي شوي كمان، نرجع للتسعيره وقت يتلفن الزبون، نعم. على 15-14، نعم. لشارلي تاكسي، نعم. ويطلبها، يعني كيف هون بتصير بروسيدور، بيسالوا عن السعر دغري، بيحدد له السعر وما في خربطه بالموضوع ابدا، يعني بيقول له من هون لهون هذا السعر 100%. نحن كلنا بنشتغل على سيستم واحد، نعم. يعني وانس زبون اتصل فدائما بوب اب رح يفتح على الدم سكرين تبع الكول سنتر، ويعرف اذا كان هالزبون هو زبون قديم او زبون جديد، نعم. اذا كان زبون قديم كل الهيستوري تبعه بتكون موجوده قدام الناس، الزلمه اللي عم يحكي معه، فبيعرف كل الادريسز اللي هو رايح عليها، يعني اذا بقول له انا بدي سياره تنقل على الحمراء دغري، هو بيعرف كم حمراء عنده، ودغري بظرف ثواني بيعرف وين بيته، نعم. ما بيكمل معه الادريس ويعيده مره واثنين وثلاثه، اه هيدي كثير. اذا جديد رح يفتح له الفايل. يفتح له الفايل بسرعه، نعم. بظرف ثواني، وبالتالي نحن بهمنا وين موجود الزبون. في زبائن لازم تعني هي بتحب تعرف لوين رايحه، لوين بدها تروح، وقد ايه لازم تدفع، وفي زبائن لا، اللي بحب يعرف، فبتكون التسعيره هي طيب في اسعار موحده بين شركات التاكسي بلبنان، ولا كل واحد عم بحط تسعيرات على ذوقه؟ كنائب عم بسألك. بالمبدا يعني الاسعار منا فارقه كثير عن بعضنا، يعني تفرق 1000 ليره طلوع، 1000 ليره نزول، 2000 او 3 او نزول او طلوع، أوكي. بس بالمبدا السعر الوسطي للتاكسي بقلب بيروت بين 8 و10,000 ليره،
يعني يا اما حدا بياخذ 7000 يا حدا بياخذ 12000 أوكي. بس ما فيها السعر الكبير اللي هو فارق. نعم. فانه الوضع هو نحن متفقين عليه. نعم. ولكن بترجع لخصوصيه كل شركه للخدمات اللي هي عم تقدمها ولحداثة الاسطول ولا تدريب السائقين ولا كل هذا اللي قلتها المميزات اللي عم تحكي عنها لشركه. نعم. تشارلز تاكسي. نعم. اللي هي الخدمات اللي هي تدريب السائق اللي هي اليونيفورم اللون الموحد للسيارات والسيارات المرتبه الموجوده عندكم، هيدي عم تدفعوا حق زبون ولا يعني تقريبا عم بتكون فير له؟ نحن سياراتنا كلها اعتق سياره موديل 2015. نعم. ما بنمشي بالسياره اكثر من سنتين. أوكي. يعني من جهه حداثه الاسطول، الاسطول هو كله جديد. سياراتنا بتخضع لكشف يومي دقيق من غسيل من ترتيب من 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 تنظيف كل يوم بتصير هيدي من العشية، وكل 15 يوم السيارة بتخضع لكشف ميكانيكي دائم على كل الأجزاء تبعها. نعم. من غيار زيت وكل هالقصص حتى ما ينقطع الزبون مصطري أبدا يعني. يعني حتى تطلع الزبون بالسيارة يكون عنده كل واجباته ونحن عاملين له إياها. فأول شيء من جهة السيارة هيدا خط احمر بالنسبه لنا. نعم. ما بنقبل ولا سياره تكون ماشيه على الطريق ما نظيفه، ولا سياره ماشيه على الطريق محتاجه لتغير كوليه او تغير زيت. يعني الدرايفر ما بيجي مع سيارته؟ لا لا لا، نحن كل السيارات تكون ملك الشركه. الشوفريه. نعم. عندنا كلهم موظفين. نعم. اوكي. ايه. يعني هيدي عكس شركات ثانيه، هذيك شركات ثانيه في اوقات درايفر بيجي عنده سياره نمره حمراء الغالبيه بيشتغلوا مع بالتعاقد، ولكن نحن مالكين الاسطول ونحن بننظمه مثل ما بنريد، ونحن مقسمين السيارات على كل البلد. نعم. حتى تصير بمتناول كل الناس وين ما كانوا قاعدين. اوكي. اما من جهه الشوفر، فالشوفر اول بيقدم بطلب لعنا، بطلب انه لازم يشتغل. في مستندات لازم يقدمها من سجل عده، من افاده صحيه، من كل هالقصص هيدي، من ورقه مختار، من كل هالامور. بعد هيك الشوفير بيخضع لدوره تدريبيه مدتها جمعه. نعم. بنعلمه على اصول ومبادئ الشغل. نعم. وكيف يتعاطى مع الزبون وباي طريقه. نعم. وبالتالي غلطه الشوفير بتكلفه انه يوقف عن الشغل. أوكي. ما في محاسبه. الشخص واربع اشخاص عائله او شخص منفرد نفس السعر وين ما كان رايح التاكسي سياره مهم يكون على قد عدد المقاعد الموجوده. بدي اشوف صوره على تليفونك. نعم. لانه يمكن ما قدرنا نشوفها قبل، بس لنحكي انه هيدي البروشور اللي هلا تشارلي تاكسي الى المطار من كافه بيروت الكبرى الى المطار او من المطار ب 20000 ليره، يعني عم بحكيكم من نهر الكلب امتدادا لخلدي، كل هالمناطق هيدي من بعبدة ايضا يعني المناطق كلها 100% من الفنار فنار 100% من وادي شحرور من. نعم. بعبدة من المنصوريه كلها. نعم. انطفى شفناها للصوره. لحظه جعد ليها خلص وقتنا. اوكي، هيدي الصوره اذا ممكن بس نشوفها ونختم. انا اتشكرك استاذ شارلي. مرسي بتذكر شارلي ابو حرب مؤسس ومدير عام شركه تشارلي تاكسي، وحضرتك النقيب اصحاب شركات تاكسي بلبنان. مرسي. بنرجع على الاراضي بنشوفك بلقاء ثاني بشيء جديد بتخبرنا عليه. مرسي كلك ذوق. لكل المشاهدين انا وياكم مكمل على الصباح، ما تروحوا لبعيد ابدا، مكملين لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت. بدي اتشكر كل يلي عم تواصلوا معي عبر السوشيال ميديا، وطبعا بعد شوي رح نقرا بعض الكومنتس. بريك ونرجع. طبعا بنرجع كمان تحيه من القلب للعملاق الراحل الفنان الكبير من الشاشه الذهبيه المصريه محمود عبد العزيز. رورو ريتا يسعد صباحك جوجو الغالي، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه. فقدنا نجم اخر من نجوم العصر الذهبي جنى مجذوب. صباح الخير، كلام جميل، ثانك يو، مع انه كان كلامي شوي مع تعب الصبح، ما تواخذوني. إن لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه. نرجس زهرة، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، كان ممثل رائع، تعلمنا منه كتير إشياء أكتر. مسلسل لحد اليوم بنشوفه وبنقعد نبكي رأفة الهجان. كلاثا منصور، اتضايقت كتير بس عرفت بوفاته، بيعجبني تمثيله بكتير من المسلسلات أو الأفلام، الله يرحمه. آيا كوكو، الله يرحمه، أحلى ممثل كان بي بأفلامه، كتير كان يفرحنا بأفلامه، الله يرحمه عن جد زعلت عليه. عايدة أبي فرح، حتوحشنا يا ساحر بالفعل. زيزو غزال، جود مورنينج، جاد بلس. امل فيومي، محمود عبد العزيز وداعا الساحر، وداعا رأفت الهجان، وداعا الفنان الجميل، رحمة الله عليك. تسنيم، يسعد صباحك جوزيف، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة،
فيروز الخالد الله يرحمه كان فنان كبير، زهرة المدائن وداعا محمود عبد العزيز، وداعا يا ساحر كيفوك عبد القادر، حفيظة الله يرحمه ويرحم جميع الأموات، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا كتير من الأفلام مثل ما بتعرفوا أنه مثلها والمسلسلات اللي تركت أثر كتير كبير. بعد شوية بنكمل مع الكومنتس، أما هلأ خليني أنتقل أنا وياكم على مهرجان السينما الإسباني مع ضيفتي باستوديو نسرين وهي بمسؤولة البرمجة بمتروبوليس سينما. اهلا وسهلا فيكي. مرحبا، صباح الخير. طبعا نحن عم نحكي عن اسبوع السينما الاسبانيه، هالمهرجان يلي بيصير سنويا بلبنان، نحكي شوي عن تنظيمه ونعرف عليه بالبدايه قبل ما نفوت بالتفاصيل شو في من افلام معروضه. في كثير افلام حاصله على جوائز ورح تنعرض ورح بتشوفوها، وفي برمجه لسبعة ايام لافلام رائعه فيكم تشاركوا كلكم وتشوفوا. نسرين بالبداية خلينا نتعرف شوي عن هالأسبوع، شو هو أسبوع الفيلم الإسباني ببيروت؟ نحن متروبوليس من أول ما بلشت من 10 سنين عنا شراكة مع السفارة الإسبانية بلبنان ومعهد سيرفانتس اللي هو مسؤول عن نشر الثقافة الإسبانية ببيروت. فعنا هالشراكة وكل سنة تقريبا عنا تعاون، إن كان عبر مهرجان بيعرض أفلام ريتروسبكتيف لمخرجين منعرفهم، مثل مثلا عملنا ريتروسبكتيف لكارلوس ثورة، لبيدرو ألمودو مخرجين اسبان كثير مهمين. كمان في اوقات بنقدم سلسله سلكشن افلام حديثه مثل هيدا الاسبوع. هيدا السنه قررنا نقدم اسبوع فيلم اسباني افلام حديثه انتجت بين 2010 و 2015. من بكره 14 شهر من 14 ل 20 يعني رح بيكون اكزاكتلي وين سينما متروبوليس؟ نعطي العنوان مضبوط. امبير سوفيل بالاشرفيه. بالاشرفيه امبير سوفيل كلنا بنعرفها يعني ما بتضيع ابدا. مزبوط. اوكي مزبوط. من اي ساعه لاي ساعه؟ كل يوم على 8 وكل الافلام مترجمه الى الانجليزيه لتكون كلها اكسسبل لكل الجمهور. نعم. لازم العربي كمان؟ لا ما في ما قدرت اعملوها هيك. هيدا بده مشروع لحاله، لان بتعرف في كلفه الترجمه وبتقدر تحول الافلام لنسخه رقميه مترجمه. نعم. عربي. بس سيرفانتس اصلا كمان هو معهد ناشط جدا. مزبوط. يعني بعلم اللغه الاسبانيه بشكل كثير محترف، وكثار عم بينزلوا بيدرسوا وصاروا عندهم الالمام باللغه الاسبانيه. والافلام بتساعدهم بعد اكثر، لان اوقات على السمع بالافلام. نعم. بتتعلم بعد اسرع اللغه. وكمان بنقدم تحيه للسفاره الاسبانيه بلبنان على جهودها وعلى كل النشاطات اللي عم تقوم فيها. كم عمل رح يعرض خلال هالاسبوع؟ عم نعرض 7 افلام. نعم. اكيد بتتراوح بين الكوميدي، عندك الدراما، عندك معنا افلام تاريخيه. نعم. بس كلها افلام روائيه. روائيه بس فيلم طويل مش فيلم قصير. مزبوط، كلها افلام طويله. وكلها افلام يعني حازت على استحسان النقاد والجماهير وقت انعرضت، وعلى جوائز كمان. طبعا يعني جائزه الجويا هي بمثابه جائزه الاوسكار باسبانيا. نعم. ففي عندنا مثلا لايزلا مينيما اللي عم نعرضه نهار الثلاثاء حائز على 10 جوائز جويا، كان ابرز فيلم اسباني عام 2015، عم نعرضه الثلاثاء. عندنا فيلم الافتتاح لمخرجه اسبانيه، بتعرف كثير قليل يكون في مخرجه قدرت تاخذ مكانه مهمه، فبياتريس سانشيز اسمها للمخرجه. هذا اول فيلم عملته طويل وحاز على كثير من جوائز لافته. عم نفتتح فيه بكره، والافتتاح مفتوح لكل العالم، يعني منا بس على دعوه، البطاقات متوفره، فينا كلنا نروح نشتري بطاقه. سعر كثير رمز 8000 ليجوا يحضروا كل الافلام. حتى يعني الاسعار ارخص من تيكت السينما، يعني هذه شغله كمان ملفته. 7 افلام رح تنعرض بكره، اول فيلم كمان حصل على جوائز، وثاني فيلم يوم الثلاثاء هو فيلم جوائز كثير، والمخرجه مبدعه جدا مثل ما ذكرتي. عندنا من عم نكفي مثلا، عندنا فيلم الكلوتور نهار الاحد لورياك، هو فيلم ينطق اللغه الباسكيه. بتعرف باسبانيا بيحكوا كذا، يعني مش بس اسباني. صحيح. فاللغه الباسكيه شوي صعبه، فهذا اول فيلم باسكي رشحته اسبانيا ليمثلها للاوسكار السنه الماضيه. نعم. اوسكار افضل فيلم اجنبي. هلا هو ما راح على اخر نومينيشنز، بس انه مجرد ما اخترته اسبانيا ليرشحها رسميا هذا كفايه. مضبوط. هو فيلم كتير جميل عن الفقدان والأمل والحب، عن امرأة بتبلش بتحصل على بوكي ورد كل جمعة من دون أي رسالة لتعرف مين عم بيرسل لها البوكي. نعم. فقصة كمان، في قصة من وراء هذه الشغلة. مزبوط. يعني مين بيطلع فينا نعرف؟ لا لازم تجوا تحضروا. طيب أوكي. الأربعة في عنا كمان ديامانتس نيجروس. مزبوط، ديامانتس نيجروس بلاك دايموندز. مزبوط، بيحكي عن كمان مواضيع الأفلام كمان اجتماعية، يعني في عندك
الافلام بتحكي عن الكريز، العالم اللي مثلا عم بيهربوا من افريقيا ليلحقوا احلامهم لمستقبل افضل، فهون شابين من مالي فكروا انه رح يقدروا يهربوا من الفقر والحاله اللي عم عايشينها بمالي عبر انه يصبحوا فوتبول بلايرز محترفين، وهيك بجمعوا ثروه وبيصيروا بتصير حياتهم افضل، فبيروحوا على مدريد ليصيروا بروفيشنال فوتبول بلايرز. كمان بالوضع الاجتماعي بتعرف باسبانيا في كمان كريز، فمثلا الجمعه عم نعرض فيلم لخايمي روزاليس اسمه بيوتيفول يوث، انعرض اول مره بمهرجان كان عام 2014 وحصل على تنويه جائزه تنويه لجنه التحكيم، بيحكي عن شابين عم بيناضلوا ليعيشوا مع طفل حديث الولاده بظل الوضع الاقتصادي اللي كثير صعب. نعم، لاموسكيتيرا لاموسكيتو نت، هذا نهار الخميس رح بيكون مزبوط. هذا بيمثل بتمثل فيه جيرالدين شابلن، ممثله اللي هي بنته لتشارلي شابلن. لاموسكيتيرا بيحكي عن عائله كاتالونيه عندها مشاكل، فكل كل فرد بالعائله عنده مشكله، فالفيلم بيعرض لنا هذا العائله. كمان يعني هيدي شيء اجتماعي عائلي بامتياز. نهار الجمعه في عنا بيوتي في اليوث ارموزا سوري حكينا عن الجمعه بيوتي في اليوث، بضل عنا السبت لهيدا وبيحكي عن هو شوي دراما. الفيلم بيحكي عن شابه ما عم تقدر تحصل، عندها وضع نفسي خاص ما عم تقدر تحصل على السعاده، تلاقي السعاده بحياتها. طيب انا بس بدي اسالك نسرين، شو الهدف من هالاسبوع اسبوع مهرجان السينما الاسبانيه في لبنان سنويا اللي عم بصير كمان بسينما امبير بالاشرفيه، اللي بنذكر هو من 14 ل 20 نوفمبر الساعه 8 المساء يعرض الفيلم، فيلم طويل كل يوم يتناول فيلم يختلف عن موضوعه عن فيلم اخر، سبع افلام رائعه والجوائز اللي حصلوا عليها منا هينه ابدا. شو الهدف لإقامة أو لتنظيم مهرجان من هالنوع هيدا مع سيرفانتيس ومع السفارة ومع كل اللي عم يشتغلوا على الموضوع؟ هو مثل ما بتعرف من أول ما بلشت متروبوليس من 10 سنين كان واحد من أهدافنا الرئيسية أنه نشر السينما البديلة المغايرة للي بنشوفها بالصالات التجارية. فالسينما الإسبانية كتير قليلة تلاقي فيلم إسباني ظهر بالصالات بالمول لتروح تحضره، فهيدا الأسبوع عم بيخلينا نعرض أفلام كتير قليلة ما عندها موزع لتقدر تشوفها. صحيح. ومستحيل تلاقيها، يمكن ينزل دي في دي الفيلم او بلوري، يمكن في او دي، بس يعني بهول النشاطات اللي عم ننظمهم ان كان مع السفاره الاسبانيه او سيرفانتس على مدار السنه مع كافه شركائنا، عم نسنح فرصه للجمهور اللبناني يجي يتعرف على هالسينما الكثير مهمه والكثير قليله نقدر نكتشفها. طيب بدي اقول لك شغله، يعني ليش قولك ما في هالتوزيع؟ لانه ما بيجيبوا لك مردود تجاري، ما في انتاج ضخم. لا في انتاج كثير ضخم، بس لتقدر تنزل فيلم لنقول ما بينطق بالفرنسي او بالانجليزي لازم تتكلف على الترجمه، لازم تتكلف تعمل دوبل افور ماركتينج، فعرفت الجمهور شوي بخاف من اسباني، يعني بدي ركز على الترجمه وبدي ركز على بس انا هون بدي اتوجه من القيمين على الموضوع هيدا انه يشوفوا هالاسبوع اسبوع السينما الاسبانيه ويشوفوا الاقبال الشديد ويشوفوا الافلام. هلا ممكن في بعض الافلام انه يكون عندها المستوى المطلوب انه تترجم للعربي، اذا بدهم ترجمه عربي او فرنسي او اللي هي راح يشوفوها مترجمه للانجليزي كمان اللي ما بيقدر يفهم اللغه الاسبانيه، وتنعرض كفيلم بصالات السينما اللبنانيه. مش غلط ابدا. بنرجع بنذكر انه طبعا اوقات وتاريخ عرض الافلام هو من 14 ل 20 تشرين الثاني كل يوم الساعه 8، سعر البطاقه 8000، وكل المعلومات موجوده على الموقع metropolisinema.net وبالسينما بتلاقوا البروشور والكتالوج. طب 8 المساء هو كمان مش بذكر بالسينما سوفيل بالاشرفيه بميتروبوليس امبير سوفيل الاشرفيه. بس ليش كيف بيتم اختيار الافلام؟ سؤال اخير. هو مثلا ما بما انه هذا الايفنت بالاشتراك مع سيرفانتس عاده بنشوف سوا الخيارات العديده، ويعني بده يصير في نيغوسياسيون مع الموزعين او اوقات بيكون الفيلم موجود ضمن الكتالوج معهد سيرفانتس، لان هن بيشتروا افلام بيشتروا حقوق افلام ليقدروا يروجوها على كل معهد سيرفانتس موجود بكافه الدول. فهيك بتصير بتصير وبيتم الاختيار كل سنويا بيتم اختيار سبع افلام للاسبوع كله تقريبا، كل يوم ينعرض فيلم، ما في فيلم بيطلع له ينعرض اكثر بكذا سال بينعرضوا
لا عندنا صاله مخصصه فيها تقريبا 300 مقعد مخصصه لافلام هذا المهرجان. لا. وحسب اقبال الجمهور يعني اذا حسينا في فيلم فول يمكن نقدر يمكن نرجع نعيده حسب طلب الجمهور. اه نرجع نعيد. انا بدي اتشكرك طبعا نسيم وهبي، جود لك لهالاسبوع اسبوع السينما الاسباني. شكرا لكم على استضافتكم وكمان بنتمنى نشوفكم. بلاجر اكيد اكيد اكيد. ثانك يو. انا وياكي رح نقرا بعض هيك النصائح للمشاهدين. انا دائما بحب اعطيهم اي شيء بيستفيد منه او اي شيء بقتنع فيه. هلا رح عيد شغله قلتها قبل، انه بتعرفي قله النوم قد ايه مش مفيده؟ قد ايه بتنامي بالنهار؟ كثير قليل الليله. قليل. يعني بتوصلي لخمس ساعات ست ساعات؟ ايه بتوصلي لهال خمس ساعات وبكفيكي؟ ايه هي حسب الجسم، حسب الانسان، كل انسان يختلف عن الاخر. يعني في عالم بكفيها تنام سبع ساعات، في عالم خمس ساعات، في عالم ثمان ساعات. كمان ذكرت لكم ذاك اليوم انه في دراسه اسبانيه يابانيه عفوا بعدنا باسبانيا يابانيه بتقول انه فوق 8 ساعات مثل كانكم نمتوا اقل من 5 ساعات، لانه بيتعلم وبيتعود الجسم على الكسل. لازم الانسان طبعا ياخذ على عاتقه انه يقدر يعدل اوقات نومه بين الخمسه او السته والثمان ساعات هي اضبط شيء. بس اثار قله النوم على المدى البعيد هي فقدان الذاكره. تخيلوا انه مع الوقت لازم الانسان ينام والا بيفقد الذاكره، مثل ما صار في اليوم الصبح انا ما نايم كثير كمان بالاوبننج كنت فاقد الذاكره. ارتفاع معدل ضغط الدم بالجسم بسبب الاكتئاب، بس الحمد لله انا الاكتئاب بعيد عني سفر سنه مثل ما بقول لكم دائما انا بروح فيها للايجابيه، وهيك بدي اياكم دائما لنكون على تواصل على نفس الموجه انا وياكم. و بيتضرروا العظام، بيصير في فيها هشاشه للعظام من خلال، وبصير في ضعف بالجهاز المناعي اللي هي اهم شيء. هيك بنلجا نحن للبروبايوتكس حتى بنروح عند دكتور الفريد. نحن وياكم مكملين نهارنا، شو رايكم؟ بريك قصير جدا وبعدها بنعود انا وياكم للمتابعه على من الصباحي لليوم الاحد 13 نوفمبر. بتعرفوا في قصص بالحياه لازم نتعلمها، انا دائما بدعي للايجابيه، بس اذا اوقات فكرنا لننتبه بشكل شوي سلبي او اذا بدكم يعني لنتوخى الحذر فينا نفكر بطريقه. ثلاث اشياء نلتقي فيهم بحياتنا اوقات: الغدر، الكذب، ونكران الجميل. قد ايه بشعين هالثلاث كلمات، الله لا يزورهم لحدا. بس ثلاث اشياء كمان تتعلموها من الدنيا انه ما كثير توثقوا بكل الاشخاص حواليكم، تشغلوا شوي وعيكم وخبرتكم بالحياة لتختاروا الأشخاص، ما تتمسكوا كتير بحتى حتى ما توصلوا لمرحلة إنكم تنصدموا إذا صار في تخلي عن الآخر ونكران جميل. وما تبكوا على حدا إلا على العزيز العزيز، لأنه الشخص اللي بحبكم وبفرقكم إذا بحبكم رح يرجع لكم شو ما كانت الظروف. صح أو لا؟ صح. خليكن معي ما تروحوا، ما بعرف ليش قررت هودي اللي قولن قبل الشيف دغري، بيوحي لي دايما هيك بكلمات عزبة قولها قبل فقرته. ورشة ملح، تخيلوا تخيلوا لا تعرفوا الفرق بينه وبين غير شفية. شيف انا ما باكل حلو، فيك تحط لي بالهيدي الميل فوي شي جبنة او شي مالح؟ لا نحن اليوم حلو، ماسك واجب مع الحلو حتى تحت الهوا. تخيلوا قد ايه هيك عزيح ماشي على اللاين. هيدا شيف عبد الله. صباح الخير عن جديد، وصلنا لتاني وقفة. حتلاقوا قدامكم البقلاوة اللي قلنا بدنا نعملها صارت جاهزة ومسقاية ب عنا اليوم الزبدة، فيكم تستعملوا مثل ما بتعرفوا السمنة، أنا اليوم حاطط من الزبدة، وهي عيرنا لها للبقلاوة. شو عملنا بالبقلاوة؟ جينا طحنا على المكنة من الجوز من اللوز ورجعنا ضفنا عليهم من السكر بودرة. حتلاقوا عندي من الشوفان. شو حاجي اعمل؟ حاخد صفي سلاد فروي اللي عندي، اخد من المرقة تعيطة لطر الشوفان، ما حضيفهم هلأ، اكيد بضيفهم بوقفتنا الاخرانية على خليط اللوز اللي عنا
هاي لكن شوفين عندي بمية سلطة فروي، عندي الخليط الجوز مع اللوز، فيكم تستعملوا من الفستق مع سكر البودرة جاهز، وعندي سوري كمان عجينة البقلاوة صارت جاهزة والزبدة الدايبة قدامي. هيدي تشكيلة البقلاوة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، حنقدم معها سلطة الفواكه. نجي نطلع عنا البسبوسة اللي خبزناها، شو حاجي أعمل؟ حاجي بالسكينة أعملها بهالطريقة. ليش؟ هلا أكيد عم تسألوا ليش عم نعمل فتحات بقلب البسبوسة؟ لأنه بدنا نجي نسقيها بالقطر. بهذه الطريقة، وبتشوفوا انه ما في شيء معلق عنا على السكينة، ما في شيء معلق، يعني انه استوت البسبوسة عنا. هلا بنيجي بناخد من القطر بنتركهم يتشربوا بقلب البسبوسة، وبنعرف البسبوسة من نوع الحلويات اللي بتتطلب من القطر. شو اشرف، بتحب مقطر زياده ولا قطر خفيف؟ عادي ما عنده مشكله. كمان على الكب كيك اللي عنا بنعطيهم مجال من هون لختام عالمنا الصباحي ليتشربوا القطر، واكيد بنرجع بدنا نعملهم بالخطوات انا وانتو، واذا لحقنا نخبز اللي بدنا نعملهم بختام عالمنا الصباحي بنخبزهم، واذا لا بنخبزهم بكره طالما انا كمان موجود بكره بعالم الصباح. هاي بالنسبه للكب كيك وبالنسبه لطريقه جديده نقدم فيها البسبوسه. برجع بقول انا تعمدت انه نعملها بقلب علب الالمنيوم لانه نجي منغطيها ومنسكرها بهالطريقه وبنبعتها على المدرسه اذا بدكم سناك لاولادنا، فانا حابعتها مع اشرف توصاية، هيدي طلب خاص. منيح هيك؟ يا حنجي نشيل هالبسبوسة ليتغلغل فيهم القطر على جنب، وهلا كلنا بنرجع لعند جوزيف ولعند يوفو وبشوفكم بختام عالمنا الصباحي. عن جد شو بحبك يا شيف لما تبين كرمك على الهوا. اكيد انا كريم، يا ريت تضلك تحت الهوا كل العالم تعرفني انه انا كريم. طبعا رح نرجع لك بعد شوي. أكيد. ضيفي بالاستوديو برحب بفنان التشكيله الرسام زاهر البزري، اهلا وسهلا فيك. طبعا زاهر رسام من مدينه صيدا، تحيه لكل اهالي صيدا العزيزين على قلوبنا اللي كمان اول ما بلشنا بتلفزيون المستقبل من سنوات وسنوات كان مقرنا بصيدا وكنا موجودين وعايشين بهالمدينه الرائعه والراقيه باهلها اللي عندنا كثير احباب واصحاب. طبعا عندك لوحات كتير، مجموعة كبيرة من اللوحات اللي عرضتها بمعارض، ودائما بتتعامل مع جمعيات وبعود ريعة لهالجمعية. عندك مجموعة كبيرة من الرسمات رح نحاول نشوف قدر الإمكان من اليوم. خلينا نعرف شوي عن أعمالك واحترافك، بأي نوع من الرسم وين أنت رايح بالتحديد؟ هل متنوع ولا عندك خط معين؟ بالحقيقة بعد ما أخذت الخط اللي لازم استمر فيه، نعم. ففي مراحل فنية عم بمرق فيها هلا، مركز على الالوان المائيه بالرسم الواقعي، نعم. اللي هو بيتكون منه المعرض، مجموعه لوحات بتوثق مدينه صيدا، هي تلوين ووتر كولر، الوان مائيه، نعم. واقعيه. هلا انا برسم تجريد وبرسم بالزيت وبالاكريليك، يعني مواد مختلفه، بس بعد ما اخذت الخط الاساسي اللي انا لازم ضلني مستمر فيه، نعم. فعم دائما عم جرب وابحاث دائما بكون بشغله للواحد ليقدر يطلع ب من اي خلص. عمر بترسم زاهر؟ والله هي من الطفوله، نعم. بس انا ضليت يعني من انا وطفل نميتها، والوالد كان صعيد شخصي يعني قبل ما تروح المعارض، نعم. وتخصصت بالجامعه بكليه الفنون بالجامعه اللبنانيه وتخرجت انا كرسام تشكيلي، نعم. يعني وين بتشوف؟ طبعا احنا بنعرف انه في رسامين كل واحد عنده خطه، كل واحد عنده، وين بتشوف زاهر رايح؟ يعني وين بتقيم حالك؟ وين بتوضع حالك؟ هلا انا ما بقدر قيم حالي، يعني دائما النقاد او التعليقات اللي بتسمعها عن رسمات زاهر،
انا رسمي عاطفي شوي، يعني اللوحات اللي انا عاملها بتكون يعني خصوصا الووتر كلر هو عاطفي. أه. هلا بمساقب انه انا بجيلنا بعمري ما في حدا قليل كثير اللي بيرسم ووتر كلرز. أه. دائما يعني بتلاقيهم جيل اكبر، فهيدي يعني انا عم حافظ على جو الصيداوي، العادات التقليديه تاعت صيدا. شو حلوه هالصوره، يعني توثيق اذا بدك للحياه الصيدويه اليوميه. نعم. هذه مرحله، وانا هلا يمكن بدي انتقل لمرحله تانية تكون مختلفه عن بس هي عن طبعا هيدا الصور مطبوعه براسك، لانه انت طبعا قضيت طفولتك بهالمدينه هي اللي هي عاصمه الجنوب طبعا، اللي فيها كثير من المناظر والمشاهد يلي تبقى راسخه بالذهن وبتنرسم يعني طبعا، كان بالكتابه او كان بالرسم او كان بالشعر او كان باي شيء. اللي شفناه هلا كمان انه انت عم ترسم على بور صيدا او بالقلعه. ايه نعم. تقريبا ايه نعم، على البور. البور نعم. القديم تبع مدينه صيدا. بس انا عاده برسم باللوكيشن بالهواء الطلق. نعم. بس باخذ صوره هذه تقنيا، يعني انا عم مشان ما بالغ بالموضوع انه انا مش دائما بقدر ارسم بالهواء الطلق. نعم. فباخذ صورتي الشخصيه بلش بالهواء الطلق وبكملها بالاستوديو اذا قدرت، او اذا قدرت ارجع انزل على نفس المطرح كمل لوحتي. اذا فينا نرجع نشوف الصور يعني تباعا اللي عندنا اياهم، او الصوره اللي كانت بالاول، لانه هيك كثير ملفتة والوانها بتخلي الانسان يصدق كثير المشهد اللي عم يشوفه قدامه. هلا بنرجع بنشوفه بعد شوي. في معرض رح يقام قريبا زاهر، وين؟ المعرض رح يكون باليخت كلاب بزيتونه باي. نعم. بالتعاون مع جمعية اليتيم بصيدا. نعم. الجمعية وأصدقاء الجمعية منظمين هذا المعرض بالزيتونة باليخت كلاب. نعم. ليعملوا دعم لمركز الجديد للتوحد باسم أحمد رياض الجوهري. هذا المركز للتوحد رح يكون نموذجي طبعا بصيدا، والتفاتة جميلة من جمعية اليتيم بصيدا أنه تدعم الفنانين والمواهب الصيدوية تحديدا لإطلاقها. نعم. وتسليط الضوء عليها، وهذا بيرجع دعم مشترك، يعني عم يدعموني. نعم. كإطلالة بمعرض فردي، وانا عم بدعمهم بطريقه قد ما بقدر. صحيح. كفنان انه عم يكون جزء من الريع. أو اول مره بتشارك زاهر ولا الجمعيه؟ هذا اول مره، ثاني مره او ثالث نشاط تحديدا بينعمل للفن. نعم. هذا التوجه اللي له سنتين، السنه الماضيه كان كمان في معرض فني وكان في حفل موسيقي بصيدا، دعم حفل موسيقي، وهلا في معرض ثالث. فهذه اول مره بشارك مع الجمعيه، هي اول مره بشاركهم. ولكن شاركت بمعارض قبل وصار معك؟ طبعا انا تقريبا صرت مشارك ب 52 معرض تقريبا بلبنان وخارج لبنان. اعمالي انا منتشره بامريكا وببريطانيا وبفرنسا وبسوريا، يعني منتشره الاعمال. ما عندي جاليري مشترك معه، انا نعم. عضو هيئه اداريه بجمعيه الفنانين. نعم. كمان عم الجمعيه عم تساهم بتعزيز الفن اللبناني ودعم الفنانين اللبنانيين، فهي كمان تفتح لنا ابواب للانتشار. نعم. زاهر، قد ايه عدد لوحاتك لحد هلا اللي بتحطهم على لائحه لوحات زاهر البزري؟ تقريبا في 50 لوحة، الباقي يعني هلا إذا بتفوت على الويب سايت بتلاقي في عدة لوحات منباعة مش موجودة. نعم. بس يعني الويب سايت ليفرجي شو الشغل، وفي أعمال للبيع أكيد بتكون على الويب سايت، بس أنا بالمجمل يعني عندي تقريبا 50 عمل جاهز. نعم. هلا بالمعرض في تقريبا 33 عمل للعرض. تكرر اللوحة إذا حدا عجبته اللوحة وانباعت، فيك ترجع ترسمها هي ذاتها ولا بتطلع مختلفة؟ أكيد بتطلع نوعا ما مختلفة، بس نعم. أنا ما بحبز إنه أرجع أعيد إنتاج نفس اللوحة. فيني أعيد نعم. إنتاج نفس المشهد بس بروحية تانية، غير تأليف، غير إضاءة، يعني يكون مش لوحة نفس اللوحة،
نفس الموضوع ممكن لانه احياء صيدا بتعرف انت زوايا مختلفه فيك تطلع منها تفاصيل ولوحات كثير جميله. نعم زاهر عادة الرسام قد ما يكون عنده لوحات وقد ما يكون فنان كتير كبير وعنده لمسته الخاصة والعين تعشق هاللوحة بس دايما الاسم بيسبق اللوحة يعني نفس الشخص يلي عنده هاللوحة إذا كانت ممضية باسم آخر قديم أو كبير أو عمره كبير يختلف التتمين يعني هون كيف وين العدل بهذا الموضوع برأيك؟ العدل هو في مثل برام خصوصي بينعمل بالفن في منقيس يعني هلا في مدارس مختلفه في مدارس امريكيه فرنسيه نحن فرنسويه اكثر يعني بنشتغل على البوان على النقطه يعني اول معرض انا عملته بال96 محترف بال96 كانت النقطه تعيتي حجمها صغير ب $50 مثلا كل ما زادت خبرتي وكل ما زادت مشاركاتي ومعارضي كل ما زادت انا قيمه فمنشان هيك بتلاقي انت عدد كبير من الفنانين الكبار بتكون لوحاتهم غاليه صحيح. نظرا لخبرتهم ومهنيتهم ودرجه وعيهم وثقافتهم الجديده يعني صحيح ففي ناس بتتطور في ناس بتضلها مثل ما هي وان شاء الله انا نكون من الناس اللي عم يتطوروا ولا يعملوا لكن مبينه يعني هذه اللوحه انا اللي شفتها لوحه رائعة جدا يعني قد هالقد بترسم المشهد وهالقد بتفسر الشارع الصيداوي القديم بالقعدة مع الأرجيلة مع القهوة في نوستالجية يعني في محبة حلوة بمين مأثر بتعتبر حالك من فنانين كبار عالميين أو عرب يعني ما فيني أحدد لأنه عم بتأثر بكتير أشخاص نعم يعني من بيكاسو اللي هو مختلف كتير انا اللي بيشتغل عنه بيكاسو هو تقريبا انا بحسه جيومتريك اكثر يعني مزبوط تكعيبي لانه كان بمراحل بس مرق بمراحل واقعيه كمان يعني كل الفنانين بيمرقوا بعده مراحل فان جوغ بطريقه تلوينه يعني برسامين محليين مثل الدكتور حسن جوني الاستاذ ميشيل روحانا ووتر كالوريست استاذ الله يرحمه فؤاد جوهر كمان بس انا لاحظت يعني الوانك ترابيه يعني الوانك قريبه من الواقع يعني من 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 المشهد اي ما كثير كثير بفزلك المشهد اكثر يعني عم بحاول انقله بشفافيه انا كيف شايفه ووضوح لرسخه هلا لانه كمان في كثير اعمال انا رسمتها يعني مثل مشاهد احياء او بنايات قديمه اختفت صحيح. صارت التوثيق تبعي يعني صارت دراسة أكثر ما هو في لوحات بتنضب على جنب ممكن ما تعجبك للعرض بتحطها طبعا في لوحات طبعا في كتير لوحات خصوصا بالألوان المائية الغلطة حتى لو كانت نهائية اللوحة وعملت غلطة صغيرة لغت لك اللوحة هالقد ايه لأنه التصليح فيه كتير صعب أنا بدي أتمنى لك توفيق زاهر بدي توفيق كمان للمعرض اللي رح بصير باليخت كلاب وشكر لدعمك كمان شكر للجمعية لدعمك وشكرك لك لدعم الجمعية طبعاً كمان طبعاً. إن شاء الله بنشوفك كمان بلقاءات تانية مع معارض أخرى بالتوفيق شكرا كتير نحن وياكم طبعا رح منكفي عالم الصباح وبدي أتشكر كل يلي عم بتواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا سألت اليوم أو طلبت منكم كلمة وداع أخيرة للفنان الممثل العربي يلي تركنا من العصر الذهبي محمود عبد العزيز كيفورك عبد القادر وداعا يا ساحر حفيدة الله يرحمه ويرحم جميع الأموات إن لله وإنا إليه راجعون طبعا كتار منهم عم بيعبروا بالدمعة يلي عم بيبعتوا لي إياها لأنه هالقد حزنوا على شخص كان يقدم لهم أعمال وكان متواجد برجع بقول أنا دايما العمالقة بتركونا ولكن بيبقوا وبيستمروا بأعمالهم آيا كوكو أحلى فيلم مثل في وادي الذكريات الله يرحمه ممكن أعرف نحن نوصل لك المسج طبعا برجيك لكارمن إن شاء الله وقت تعمل زودياك كمان بتقلك أكتر رح أكمل أنا وياكم كمان بعض الكومنتس يلي بعتينا إياها وداعا يا ساحر زهرة المدائن وداعا محمود عبد العزيز فيروز الخالد الله يرحمه كان فنان يسعد صباحك جوزيف وصباحك الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة شكرا لك تصنيم اس اي امل فيومي محمود عبد العزيز وداعا الساحر وداعا رأفة الهجان وداعا الفنان الجميل رحمة الله عليك زيزو غزال صباح النور الله يرحمه عايدة ابي فرح حتوحشنا يا ساحر كتار كتار ثلاثة منصور ضيقت كتير بس عرفت خبر وفاته بيعجبني تمثيله بكتير من المسلسلات والأفلام الله يرحمه نرجس زهرة الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة كان ممثل رائع تعلمنا منه كتير اشياء
اكثر مسلسل لحد اليوم طبعا بنحبه هو رأفت الهجان، وكانه رأفت الهجان اكيد اثر بكثير عالم لانه انعرض كمان عده مرات على شاشات التلفزيون بلبنان وبالدول العربيه كلها. برجع بذكر انه نحن كمان هلا لبنان عم يشهد اليوم رياضي بامتياز، يوم رياضي عالمي، الماراثون يلي له سنوات وسنوات بيتنظم بلبنان على عده سباقات بتصير بين 42 كيلومتر، 10 كيلومتر، 7 كيلومتر و5 كيلومتر، مع اشتراك عدد كبير من الفئات لذوي الاحتياجات الخاصه او غيرها، وعدائين عالميين طبعا بيجوا للبنان وبيشاركوا بهالنهار. طبعا اليوم لبنان بفرحه رياضيه كثير كبيره، بتمنى انه كل شيء يكون سليم ويوصلوا كل العدائين بسلامه لنقطه الوصول. كاملين على الصباح لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت، ما تتركونا، خليكم معنا، بريك قصير وبعدها بعود معكم للمتابعه. عودي معكم للمتابعه، طبعا مكفيين احنا وياكم عالم الصباح لليوم الاحد 13 نوفمبر. بحيي كل يلي انضموا لنا هلا، فقرات وضيوف كثيره يوم الاحد مثل ما بتعرفوا يختلف عن بقيه ايام الاسبوع. وصلنا لجيل توب مع جون، وضيفتنا اليوم رح بتكون ناي ماريا نعيم واستاذ الرسم عصام رحال. اهلا وسهلا فيكم، جيل توب مع جون. قالوا لك شيء بدايتك ما تعرف كل الفقره؟ لا انت رح تضلك قاعد على الطاوله ولا قايم؟ انا قاعد بدي اقول لك شغله، انا كثير انه شكلك حلو وشب حلاوه هيك، وقف حد الرسمات انا رح كمل ونحكي عليك بعدين. ثانك يو جوزيف. عندنا اكيد اليوم ضيوف اللي عرفت عنهم، اهلا وسهلا فيكم. اليوم نحن عندنا رسامه بدنا نقول الموهبه تبعه، وانا الاستاذ تبع اكيد رح نحكي عن الرسمات تبعكم موجودين وراي، رح نشوف عندنا كمان رسمه رح تعملوها، مش رح نتاخر نبلش بالرسمه. بس قبل ما نتعرف عليك، قد ايه عمرك؟ عمري 13 سنه. وقد ايه صار لك عم ترسمي؟ صار لي 4 سنين ونص برسم. وصار لك مع استاذ عصام 4 سنين عم ترسمي؟ بلشتي معه؟ يعني بلشت. هلا نحن عم نشوف باتور، شو عم تستعملي هون؟ هلا انا عم بستعمل اكريليك، بس هلا اول شيء بلشنا بالرسم بقلم رصاص. بقلم رصاص. بعدين انتقلنا على كريون دوكولر عادي، وبعدين عملنا اكواريل، بنحط له شويه مي بيطلع غير ستيل. وهلا صرت بالاكريليك مثل ما عم تقولي لي، بتتطوروا كلكم يعني استاذ عصام، كل التلاميذ اللي بفوتوا لعندكم على المدرسه بيتطوروا هيك مجبورين يبلشوا؟ اكيد اكيد مجبورين يبلشوا بقلم رصاص. نعم، لحتى يتعلموا الراجل تبع الدسام، وبعدين بينتقلوا من الهين للاصعب. وما في حدا يجي لعندك يكون يعني بيعرف الرسم، اما بيرسم بالبيت بيكون بيحب؟ طبعا بده يكون، بده يجي يرسم بده يكون يحب الدسام، لانه بتلاحظ في فرق كبير بين المعاهد الفنيه الخصوصي لهيك شغل وبين المدارس. طيب هلا نحن الرسم بياخذوه اكثر الناس كهوايه، بياخذوه اكثر كيتسلوا، يضيعوا وقت، فيك تعتبر ليه بيتعلم الرسم؟ ليه بتعلموا الرسم للشخص؟ نحن بنعلم الرسم مثل ما هي السبور بتقوي الجسم، الدسام بقوي التفكير. يعني هلا ناي عمرها 13 سنة بس تفكيرها بنت 18. ليه؟ لأنه صار زمان بتعمل دسام، صارت بتحفظ دروسها بسرعة أكثر، صار هالسؤال التاريخ لنقول عم تقراه وعم ينطبع بدماغها، لأنه تعودت هي تفكر لتطلع هاللوحة أو هاللوحة أو هاللوحة. هي اللوحة وقتها نحن رح نشوف هلا عم تنرسم، بتنرسم من الراس، اما بتنرسم من مشهد قدامنا من الراس. هلا اذا طلبت صوره معينه من هالشخص بينقل، بس وقت اللي بينقل هالصوره ما بعود الى قيمه. صح صح. ليه؟ لانه شو قيمه التابلو؟ انه ما في بالعالم كله الا ببيتك. هلا ممكن تحاور شوي تنقل شيء على هواء يمشي الحال. والتابلويات هلا اللي عم ترسموا لنا من تلاميذ المدرسه شو بينعمل فيهم؟ بينعرضوا طبعا عم ينعرضوا بالصيفيه، عملنا معرضين او ثلاثه، والعالم اللي عم تيجي على الاكاديميه عم تيجي بتشوفه بدها تشتري حتى. بينباعوا كم؟ بدي اسالك بينباعوا التابلويات؟ بينطلبوا على طول. بينطلبوا نعم. والناي انت وقت تبيع تابلو او مش تبيع، يعني تتخلي عن تابلو، بدنا نعتبر، ركز معي. نحن لا نحن اذا بتتخلي عن تابلو بتتضايق، بتحسي كانه شقفه منك، يعني اعطيتي شيء، انه اعطيتي وقت
اعطيتيه مثل شعور روح منك تتضايقي؟ هلا نحن بالمبدا بعدنا بيعمل انه ما منبيع، لانه معودين انه منرسم تنتسلى وانه هيك انه نتعلم مش تنبيع وهيك. وبتفكري بعدين تحترفيها اما بتحبي تعملي حكيمة مهندسة؟ لا بخليها انه بعمل كارير فيها. تحبي تعملي كارير فيها؟ طيب نحن بدنا نبلش هلا بالرسمة، بدك تكملي لنا رسمة، بتنقلي عنا بتنقلي تبلشي فيها ورح نحكي شو عن الرسمة. تفضلي. استاذ عصام بدك تلحق اما بدك تقعد معنا؟ لا بلحق. يلا تفضل. أربي على حالتك. نحن هلا الرسمة اللي عم نشوفها فيك تخبريني، يعني أنت وعم ترسمي أو الأستاذ عصام إذا فيه يخبرني كيف بلشتوا فيها للرسمة، يعني كيف منشوف فيها أكثر من برسبكتيف وحدة، يعني فيها الجبل ورا بيرجع البيوت بيرجع البحر، كيف التكنيك اللي نعمله؟ اول شيء التكنيك نرسم الرسمه كلها ومنبلش من فوق لتحت دائما بالصوره. بلشنا بالسماء للجبال للبيت للبحر، بعدين الضربات النهائيه هي الرسم. دائما بقانون الرسم يعني لازم الانسان يبلش باللوحه من فوق، من فوق لتحت دائما بقانون الرسم. لا انا بدي ارسم شخص واقف، نعم برسم من اجري لفوق من راسه راسه ولا تحت. شو يعني عم نشوف وراك رسمات، اذا فيك تخبرنا اكثر. عم نشوف اكثر بيزاجات، يعني اعتبر ما بينرسم ناس. هيدي مانا بيزاج، مثلا هيدا مدرسه معين ديسان مودرن، وعندنا ديسان ابستري، عندنا عده مدارس من الرسم فينا نشتغل فيها. بقى انا شغلتي اني مرقهم بكل هالمدارس. نعم. من الديسان كلاسيك الشخص يعني ما بيتعلم، شو بيتعلم عندك؟ عم تحكينا عن المدارس، شو المدارس اللي ببلش فيها يعني بيتعلم التكنيكات؟ لا لك اول شيء بدنا نبلش بالديسان كلاسيك لانه بيحكي كل شيء. استاذ عصام فيك تفضل تقعد عندي ما عم يشوفوها. لا ان شاء الله قد الدنيا. ما هلا رح ظبطهم رح ظبطهم رح ظبطهم. دائما الاستاذ بده يبهدل التلميذ يعيط عليه يدلوا لا ما بدك تعيط. لا بالرسم ما بتصور في عيط. لا بالرسم في فن تشجع، ضلك تشجع. كيف بتقصصه؟ كل ما شجعت كل ما الولد انبسط اكثر. كيف بتقصصون اذا تشيطنوا بالصف؟ ما لانه هن معودهم. انا خليني اشرح له استاذ بس عن اللي بيكونوا عم بيرسموا والفنانين واللي عندهم احساس مرهف ما بيتشيطنوا. ما بيشيطن. ما رح تزبط معي اللي اعمل لا لا اقول لك وين بيشيطن. بمعهد خاص مثل هي المعهد نحن كلهم اولادي تلاميذي. نعم. يعني بدي اعلمهم من قلبي. بينما بالمدرسه العاديه انه حاطين ساعه بالجمعه ديسان للاولاد، مش حاطينها ليطلعوهم فنانين، حاطينها ليكبرون دماغهم لينموا هالموهبه. استاذ عصام بتشوف فيهم الرسام اللي يمكن انت كنت بتطمح توصل له، او الرسام انا لاقول لك شغله بدك توصل له برسماتك؟ يمكن هلا بتقول هذا عم يضخمها. نعم. اكثر من 20% من تلاميذي راحوا ديكور ديسان. نعم. وارشيتكتور على الجامعه. قد ما حببتهم بالشغل. ما في تلميذ بتلاقي فيه كان شاطر عندي بالديسان الا ما بيقول لي عم بعمل ارشيتكتور، عم بعمل ديكور، عم بعمل. نعم. رسم. من اي عمر فيني بلشوا عندك؟ عندي هلا تلميذ بالاكاديميه عمره 5 سنين. واكبر عمر؟ واكبر عمر قد ما بدك. اكيد. في عندي ناس مجوزين كمان. وقد ايه بتاخذ يعني بالجمعه؟ قد ايه بيتدربوا معك؟ مره بالجمعه مرتين؟ مره بالجمعه، كل سيون ساعه وربع. ساعه وربع؟ نعم. بهالساعة وربع يعني بفوت التلميذ مثل ما قلنا اول شيء بالكريون، ببلش بالتكنيك البسيطة. شوف لك في كذا ساعة، كل عمر مع بعضه، كل عمر الاكيب تبعه لحاله. عرفت كيف؟ وكل طريقة تعليم شيء. هو التعاطي معك مباشرة ولا في اساتذة بتعلم كمان بال؟ لا معي انا. معك مباشرة. لا لك شغلي هلا هي عم ترسم. ايه بدي اسألك شو عم تعمل هلا كنت عم تحكي؟ عم تعمل الاشجار حد الاسر. هلا هي عم ترسم، إذا بدها شي شغلة بتسألني بكون أنا عم بشتغل مع تلميذ تاني. أوكي. يعني كل تلميذ بيعمل اللي بده، أنت بس بترافقهم وبتعلمهم.
الا اذا صعب علي شيء بقول له اعمل هيك هيك هيك. طب هيك رسمه نحن وقت كنا جايبينها معموله 60%. 60% قد ايه بتاخذ وقت من فروم سكراتش من زيرو؟ الرسمه قد ايه بتاخذ وقت؟ يعني في هيدي الرسمه يعني شي 10 ساعات بدها. ايه بس في رسمات بيعملوهم بثلاث ساعات او باربع ساعات حسب. وهلا اذا تغلبطت هي وعم تعمل ترسم شو بنعمل؟ بتتصلح. اوكي. لانه الاكريليك اوباك يعني منه شفاف منه ترانسبرنت. صح. فيك تعمل لون ثاني فوقه يعني تغير له اياه. نعم بس ننتظر على تنشف. او دغري على السريع بنجيب مي بنحيها بالمي وبنمسحها وبنرجع نعملها. طيب هو عادة بالرسم أي نوع أكثر بضاين على اللوحة لتضلها نفس الكواليتي والنضارة نشوفها مع سنين مع عمر؟ عندك الأكريليك والبانتور ألويل. نعم. البانتور ألويل بضاين كثير بس أنا برأيي إنه الأكريليك بضاين أكثر. لأنه نوع من البلاستيك بيصير يعني بينحل بالمي بس لما ينشف ما بيقعد يطلع حتى بالتينر ما بيطلع. ناي شو عم تعمل؟ الزيت على طول 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 بيصير يفسخ. بيصير يفسخ الزيت. شو عم تعملي لنا؟ عم ترسمي بالأبيض شو ال هلا أنا عملت فوق بس إنه تيطلع أنضف وهلا عم بعمل الأومبري ليمير تبع الشاتو. هلا أنت عملتي على هالرسمة أما الأستاذ عمله؟ لا انا عملته بس انه هو ساعدني انه قال لي انه شو بدي احط الوان وين بدي احطهم وهيك. ومن ايمتى نبلش فيها للرسمه؟ من شي جمعتين. من شي جمعتين بس عن جد بيلفت لي نظري بالرسمه اول شيء البرسبكتيف كيف جايين الجبل مبين لورا بيرجع البيت والجبل كثير معمول بطريقه حلوه اذا بتنتبه له يعني بروفيشنال تحسي حالك قد ايه تطورتي من وقتها يعني من سنه لسنه قد ايه عم تفرقوا معك؟ لا عم فرجيك عم كيف بلشت اكيد اكيد يا. المراحل مراحل يا. نحكي عن المراحل تبع ناي كيف تطورت استاذ عصام على لوحه مثلا صارت جاهزه ونشفت فينا نرجع نصلح عليها بعد نعم. فتره؟ نعم لانه قلت لك لانه اوباك منه شفاف منه شفاف حتى لو نشفت نعم. نعم ذكرتني بالمدرسه بيجي الاستاذ حد بيقول لي بس تعرف بدك تفرجي على الكاميرا الصور كيف فرجيهم على الكاميرا هيك بلشت هيدا بالقلم رصاص اللي عم نشوفه بالقلم رصاص مش جايبه معه بس انتبر بالكريون دو كولور الكريون دو كولور اللي بيشبه قلم رصاص ايه مثل قلم رصاص بالالوان بلشت هيك لا بلشت هيك لا بلشت هيك وكل التلاميذ بدهم يقطعوا بهالمرحله ما في وعندهم مثل قصص بدهم يرسموها لك كيف كانت مثلا بلشت بالشجره هلا بتشوف بعد شوي الشاشة انا هيك برسم فجأة هلا بتشوف بعد شوي الشاشة هيك كيف قانون رسم العالم اللبناني له قانون نرسمه فيه نعم ممنوع غلط كمان بيتعلموها بيتعلموها ايه في قياسات معينة في قياسات بتعرف ترسمه مع القياسات جوزيف لك الشجرة لا بعرف شو القياسات بس لكن بلشت بالشجرة لكن بلشت بالاول بالشجرة انتبهت صح ايه ليك هون ايه الشجرة العنيانة هون يعني التلميذ بتعتبر انت استاذ عصام بيجي لعندك مثل ما نعتبر ما عنده اكسبيرينس بالرسم نعم قد ايه بياخذ وقت ليصير مثل في مثلا انا عم انت بتكتب بالقلم بهالشكل هيك تفضل في قلم نعم في عودة تفضل ايه في قلم 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 معك قلم قلم في قلم ايه عندنا قلم سام اذا ممكن تعطينا قلم من نعم حسب مسكة القلم لكل شخص يعني قصدك يعني ديسا بدك ترسم في مسكة خاصة للقلم نعم اوكي غير كأنك عم تكتب نحن الوقت عم بيدهمنا بدنا بس نشوف القلم شو بنعمل فيه في مسكة قلم معينة طبعا نحن بنعرف مثلا بيجي الولد عم يرسم هيك بهالشكل هيك هالشكل هيك بحفتر الورقة وما بتعود تتمحى الصورة بينما بنمسكه بقول له للولد اول شيء اعمل بالقلم هيك اوكي امسكه بثلاث صوابع حط ايدك هيك هيك بده يرسم دغري بتعلم تعلم لإني دغري بتعلمها نعم هلا صاروا كل التلاميذ
بس بدي نبلشوا بيمسكوا القلم هيك وبيشتغل. هلا صرت رح امسك القلم هيك انا كمان. يعني احنا بحاجه لانه يكون عندك يصير عندك هالاحساس المرهف شوي يعني. يعني بترسم السبت تجينا الاحد فنان. ناي ثانك يو عن جد للرسمه اللي عم تعمليها، شفناك عم ترسميها وبدنا تخلصيها اكيد. استاذ عصام مشكورين عن جد، ولدمير دي ميوز اكيد انتم جايين دمير دي ميوز تشتغلوا فيها يعني عندنا هالمدرسه اللي عم بتطلع مواهب. وجوزيف هاي حلقتنا لليوم. ثانك يو ثانك يو ناي، جود لك. ثانك يو لك استاذ عصام، ميرسي جون. نشوفك الاحد القادم ان الله راد. لكل المشاهدين انا بقول لكم، خليك تفضل، لكل المشاهدين انا بقول لكم مكملين احنا وياكم عالم صباح. طبعا بيبقى يلي بعد ما حضر الديزرت لغدا اليوم، نعرف كثير منيح نحن يوم الاحد هو جمعه العيله وكلنا على طاوله وحده وبنقعد مع بعض وبنقضي اوقات حلوه، يكون الاكل طيب ومتنوع اكثر من ايام الاسبوع بتخيل يعني على وقت الظهر والغداء، لانه الاغلب بيكون بفرصه. وطبعا بباقي الدول العربيه هو يوم عمل عادي، هو اول ايام الاسبوع. بلكن ان شاء الله بيوم نشاط دائم ودائم وايجابيه، وبحيي كل العدائين يلي عم بيركضوا بطرقات بيروت اليوم على ماراثون 2016، وكل واحد عم بيركض لهدف معين ولجمعيه معينه. بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعة أنا وياكم عالم صباح لليوم الأحد، خليكم معنا. في عندكم شي فيديو كليب لفنان أو أي شيء هيك ناخد شي خمس دقايق نعرضه؟ في عامر ولا ما في؟ ما في. طيب انا رح احكي ولا يهمكم، انا بحكي عندي كتير حكي احكي. انا اول شيء بدي اتشكر كل اللي تواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا، بذكر برقم الواتساب 03010533. عاده بالاكل ناكل لنستلذ ليكون في طعمه طيبه، في اشخاص بيكونوا ذوقين بالاكل، في اشخاص ما بيعني لهم الاكل بس هن قليله بتصور. بس الاهم من هيك كله نعرف شو بدنا ناكل، لانه في ثقافه بالاكل، كل خضره وكل فواكه وكل نوع لحمه وكل نوع بروتين له افاده مباشره للجسم. بقولهم اليوم ولا بخليهم لبكره بعالم الصباح؟ ما عندي انت يا مشكله بتلحق؟ فات اليوم كملهم بكره، انا بكره على الهواء. عم تمزح؟ عم تمزح؟ ما تقول لي انت كمان بكره وعم تمزح؟ لا هيك نزعت لي نهاري. انا رح اتقدم من اداره تلفزيون المستقبل بطلب صغير، ولو انه بعد 24 سنه سوا ولحمي بس عندي سؤال، طلب واحد هلا بطلبه تحت الهواء باي ايميل، ورشة ملح مع الشيف عبد الله. وصلنا على ختام عالمنا الصباحي ولنشوف وين صاروا وصفاتنا. خلينا اول شيء طفي هالفرن اللي عنا، نسحب صينية البقلاوة ونجي ناخذ القطر اللي عنا ونسقي بالقطر. اكيد حنعمل انا وانتو المراحل اللي مرقت فيها عجينة البقلاوة، كيف حشيناها وشو الحشوة اللي حشيتها اياها. هلا بس يبردوا شوي نرجع، شو بنعمل؟ نرجع منشيلهم على صحن ومنقدمهم. القطر اللي عندي هنشيلها على جنب وبنيجي ناخد الصينية التانية اللي فيها البسبوسة، هناخد هالبسبوسة كمان لهيدي الميلة كمان. صينية الفرن بنردها على الفرن الكب كيك اللي عنا كمان كب كيك البسبوسي بعد ما تسقى من القطر شفتوا كيف عملنا فتحات صغيرة بقلب الكب كيك بعد ما خبزناهم وبقلب الكيسات اللي عنا حتى نسقيها القطر والقطر يتغلغل بقلبها. زيناهم مثل ما شايفين او حطينا معهم بالخبز اللوز الكب كيك اللي عنا التري
اكيد صار بدها جلي لانه من القطر اللي بقلبها. وبكره خاصه بكره عندنا كب كيك مالح، فكمان مضطرين ننظفها لانه بكره بدنا نعمل كب كيك مع الهوت دوغ مع البيض بطريقه طيبه. ووصفتنا الثانيه حتكون لبكره حتكون الفيلي ساندويتش، بس بدل الستيك حنعملها يعني بدل ما نقول فيلادلفيا لحمه حنعمل فيلادلفيا السمك. نجي ناخذ من جوز الهند، وبتذكر انه جوز الهند موجود بالحشوه. وهلا بنشوف انا وانتو كيف بدنا نعمل هيدي الخليط اللي عندنا. هيك بنكون خلصنا من البسبوسه، حنترك على جنب ونجي انا وانتو لنبلش عجينتنا. اول شيء رح ناخذ جات كبير ونجي نكسر بقلبه من البيض. هاي بيضة. العجينة او الطريقة اللي انا عم بعتمدها، في عالم بيحطوا من الحليب، في عالم بيحطوا اذا بدكم من اللبن، ما بيحطوا اذا بدكم من حليب البودرة. كل حدا عنده طريقة، في عالم بتحط من السمنة، في عالم بتحط من الزبدة، انا اليوم حاطة من الزيت. يعني نحنا في كذا طريقة عم نجرب نتعلمها للبسبوسة. بعد ما حطينا البيض نجي بنوضع السكر. اكيد تسألون بتنعمل على المكنة، تنعمل على المكنة، بس العالم اللي ما عندها مكنة بدهم يعملوا حلويات. قبل ما كان في مكنات كان دايما كل الشغل على الايد. عال شو صرنا حاطين؟ البيض مع السكر. نجي بناخد الفانيلا، فيكم تستعملوا الفانيلا السائلة وفيكم تستعملوا الفانيلا البودر مثل ما انا حاطط، والبيكنج باودر. نرجع بنضيف عليهم جوز الهند، وبكاسة تانية شو حنعمل؟ حناخد السميد اللي عنا ونحط بقلبه اللبن ونضيف عليه القشطة المعلبة. يعني انا اليوم قسمت الفرق بالنص بين اللبن وبين القشطة المعلبة. ليش عم بخلط الخليط السميد مع اللبن والقشطة؟ حتى السميد اللي عندي يصير قطرة، ولما اضيفه على المكونات اللي عندي التانية نقدر دغري تمتزج مع بعضها. هتشوفوا كيف السميد صار عندي مثل الكريمة، مثل الحمص بطحيني اذا بدكم. كل ما نترك العجين اللي عنا او السميد اللي عنا بقلب اللبن والكريمة او القشطة المعلبة كل ما يتش عنا وكل ما يطرى عنا. لكن نرجع لهون، حطينا البيض والسكر، رجعنا ضفنا عليهم جوز الهند، رجعنا ضفنا عليها البيكنج باودر والفانيلا. هلا اجا دور نضيف كوب الحليب. حليب برجع بقول نحن عم نستعمل اليوم حليب بودره، ما عم نعمل الوصفه بحليب سائل لانه اتكلنا على السوائل اللي بدنا ناخذها او على المواد اللي بقلبها ديري ايتم، يعني بقلبها لبن، من اللبن ومن القشطه المعلبه. هيك المزيج عندي صار جاهز. بجي هلا بضيف عليه خلطة اللبن مع السميد مع القشطة المعلبة. شفتوا طريقة التحضير؟ إذا أخذت بتاخد ربع ساعة، وفيكن
المفضل اذا بدكم تعملوا هيدي الخلطه الصبح ترجعوا بتحطوها بالبراد مينيموم 3 4 ساعات وترجعوا بتخبزوها، وفيكم تعملوها للخلطه وتسكبوها مثل ما حنسكبها انا وانتو وتخبزوها ثاني نهار كمان ما في مشكله ابدا. هلا اجا دور المواد الدهنيه اللي عندي. نحن بعد ما حطينا اي مواد دهنيه، اول شيء باخذ ملعقتين من الطحين. الطحين اختياري، بس انا ضفت الطحين هون ليش؟ لانه عم بعملهم بالفرن كب كيك. هلا بضيف الزيت النباتي. لكن ما عملناها بسمنه، ما عملناها بزبده، عملنا البسبوسه بالزيت النباتي وضفنا لها من الطحين لتطلع عنا وترفخ مع البيكنج باودر وتطلع عنا كب كيك. في عالم شو بيعملوا ليعطوا لون اكثر؟ بياخذوا كفكير اذا بدكم من القطر وبيضيفوه على البسبوسه اللي عندهم. بهالطريقه العجينه عندي صارت جاهزه. حاجي اخذ كيس سكب. فيكم اذا بدكم ما تستعملوا كيس السكب، بس نحن طالما موجود عنا هناخد كيس السكب. نيجي نفضي من الخليط اللي عملناه او من البسبوسه اللي عملناها. برجع بذكر فيكم تعملوها قالب وفيكم تتصرفوا مثل ما انا عملت. جبت هال العلب اذا بدكم الديسبوزابل بتنكب المعموله من الالمنيوم لتخبزوا فيها. برجع بقول لكم كمان هيك اهين لكم بتقدموا الوجبه بقلبها، وكمان اذا بدكم تاخدوها على الشغل معكم او بدكم تبعتوها على المدرسه سناك كمان فيكم تستعملوها. بناخد البسبوسه اللي عنا بهالطريقه. هتشوفوا الملمس تاعها سلس، هذا بمفعول اللبن والقشطه، وكمان اللي بده يستعمل القشطه المعلبه مثل ما انا عملت شو في يعمل؟ في يجيب القشطه صار في منها على طعمات او على نكهات، يعني صار في قشطه معلبه على فراز، في القشطه العاديه اللي طعمتها قشطه، وفي القشطه اللي على عسل. كمان بالدول الخليج في منا القشطه على التمر، يعني فيكم تنكهوا بطريقه غير مباشره اذا بدكم الطبق اللي عندكم او الحلويات اللي عم تعملوها او عم تستعملوا فيها القشطه. نجي بنفرغ محتوى الباقي اللي عندنا. اكيد شفتوا انه اهين لكم الشغل يكون بكيس السكب. الوصفات عم يبرموا قدامكم على الشاشه، مثل ما بقول دائما اللي ما بيلحق يحضرنا في يشوفها يرجع الحلقه على يوتيوب او الوصفات، وفي يسال عنا على الفيسبوك بيج شاف عبد الله خضر. هاي بهالطريقه نعبي 3 ارباع تقريبا لانه بدها ترجع ترفخ عنا. طبيعة الحال نحن بدنا ثلث ساعة ل 25 دقيقة قلت، فاللي حنعمله حنترك هالكاسات اللي عنا وبنخبزهم بكرة كمان وبنقدمهم، بيكونوا طبق تحلية طالما بكرة عنا طبق مالح مثل ما قلت فاهيتا أو فيلادلفيا إذا بدكم السمك مع المافن المالح. اخر شيء
طبيعة الحال شو بدنا نزين او شو بدنا نحط من المكسرات مع البسبوسة. شو عندكم مكسرات فيكم تستعملوا؟ انا عندي باقي من اللوز بهالطريقة، وهي البسبوسة صارت جاهزة. بدنا نحضر هلا لطبقنا الثاني، بس قبل ما نحضر خلونا نجي نجيب صينية، هنجيب صينية من جوا او هاي صينية، يلا ناخد البسبوسة لانه بدنا نوضعهم بالبراد لبكرة نخبزهم، وحنسكرهم بهالطريقة بس حتى ما ينشف الوجه تاعها بقلب البراد، وكمان لأقدر أوضع فوقها البسبوسة الباقية أو علبتين الباقيين عنا بهيدي الطريقة. بكرة نرجع نكشفهم، نرجع نحكي عن الموضوع كمان ومنخبزهم، وهي البسبوسة راحت على البراد. هناخد بريك، كون رتبت الامور شوي عندي وبرجع انا وجوزيف، مضطر ارجع انا وجوزيف لنختم عالمنا الصباحي. بريك وبشوفكم. انتو بتعرفوا الواحد حسب الشيف على اي ميل نايم بالليل، يعني اذا عملت الشمال او عملت اليمين بيطلعوا الاكلات تاني يوم معه طيبين. هات لنشوف بس البسبوسة. تاكل نصها، شو تقول لي هلا؟ منيحة شايف، بس بدك شغل. بدي شغل هي؟ ايه بدك شغل، يعني يعني لازم تحسن حالك شوي. ماشي، عم حسن هلا، جاي حسنك. ها بدي اعمل طبيب. ايه برافو، ايه بوس كفوفك مظبوط. يلا. ورشة ملح. طيب. سؤال. شو رح تعمل هلا؟ هلا بدي اعمل العجينة البقلاوة، بدي احشيها بالقلوبات. انت شو بدك تعمل هلا؟ البسبوسة عملناها، خبزناها وشافوا العالم كيف، ودقتها حضرتك هلا. منيحة. منيحة، مش عاطلة. يعني المعنويات، شفتوا كيف قد ايه المعنويات قوية؟ اوكي. انت شو بدك تعمل؟ انا مضطر كملها لانه انا بي وامي علموني. ايه. انا وصغير ما اترك صحنة في لقمة، لانه في عالم ما عندها لقمة تاكلها. مضبوط. مضطر يعني هلا انت عم تاكلها غصبا عنك. طيب بأمرك، ما حقول لك الا بأمرك. شوف انا بتمنى انه بكره تجي بغير نفسيه، لانه بكره انت بكره معي؟ أنا... اي بس انت إيه؟ اول شيء بدك تصلحها انت. أوكي. بكره معي؟ لا. هيدي بدك تتعلم، لانه حاسك بس ينقل لعندك الكاميرا بتقول إيه؟ وصلنا لختام عالم الصباح. مزبوط. هودي خلينا لمقدم البرنامج، انت بس انت عليك انه تجي تحط عليك انت تحط الحشوه. ما بتخلي حدا يحكي هيدا، بس بدي اقول لك شغله. إيه؟ بكره اصلا يعني بتجي فيك بلدن، يعني أوكي. بتجي انت منيح لانه بكون عم تعمل مالح. اوكي. أها. يعني هلا انت عم تكون راضي عليك، عم تطمني من هلا انه انت بكره معي. شو الترويقه بكره شايف؟ البسبوسه هلا لعبتك. لا عم تمزح. طيب خلينا نشتغل. ما عندك شو؟ خلصت شو؟ لا ما خلصت، راح تطول بالك. هسه لا تفروي. اوكي. توضع اذا بتريد بالنص. اوكي. وبترجع بناخذ شقف هالبقلاوه ونزين. يلا ونزين. هلا رح اعمل انا وانتو حنجي لتاني ميلي، حتلاقوا عندي على المكنه شو حطينا. حطينا سوري اللوز المش محمص، الجوز مش محمص مع سكر البودرة. بتاني ميلة كان عندي من الشوفان، أخذت المي تعيد سلطة الفواكه وضفتها على الشوفان ليصير عندي مبلول إذا بدكن وطري. حأجي ضيفه على الخليط القلوبات اللي عندي، وهيك بنكون عم نعمل في بعد إذا بدك. لا هول هلا نخليهم على جنب إذا بدك هلا إذا عزك. هيك بنكون عم نعمل، عم ندخل على البقلاوة عم ندخل الشوفان مع القلوبات بطريقة كمان كتير طيبة. وبنعرف عجينة البقلاوة من أنواع العجائن اللي ما بدها وقت كتير بقلب الفرن، يعني على درجة حرارة 180 فترة
18 ل 20 دقيقة بتكون عنا جاهزة. اللي حنعمله في امتحنك شيف؟ تفضل. على السريع اعطيني شيء مالح بنحط بقلب هالعجينة وينحط بالفرن. هيك شيء بيطلع براسك دغري هلا هلا هيك. شيء بيطلع لشوف سرعة بديهتك بالأكل. فيك تعمل الجوز إذا بدك مع دبس الحر. أوكي. ترجع بتضيف عليهم من الجبنة المرهمية تكون الجوتشيز جبنة المعزة. أوكي. كمان وتلفهم بهالطريقة وترجع تدخلهم على الفرن بس بدك تقطعهم قبل بوقت يعني. تقطعهم قبل الفرن؟ قبل مثل ما أنا عامل هون. ما هو مش بعد الفرن مقطعين. لا قبل الفرن. أو فيك تسمك أول طبقة عندك وتجيب من المقانة أو السجق إذا بدك المش محشيين بالمصران يعني بيكونوا بيندهنوا دهن وبتدهن العجين اللي عندك وبتضيف عليها المطيبات اللي أنت بتريدها وفيك تحط طبقة تانية من الجبنة وطبقة تالتي من الخضريات المقلية. طيب سؤال، هيدي العجينة عادة نحن بنعرف انه بتكون اوقات متلجة. هي متلجة. طيب. بس هيدي انا قبل بنهار بشيلها من البراد. بدها قبل بنهار. ايه بشيلها حتى ما تطقطق وتكسر. بشيلها على البراد وبرجع بجي بستعملها. مثل ما شفتوا عملت عجينتين او طبقتين من العجين. حطيت اول طبقة مثل ما عم بعمل هلأ من الزبدة. ورجعت حطيت من الحشوة اللي عندي اياها هون. هيدي بالشوفين، هيدي صحية اكتر. ايه 100%. هيك بنكون عم ندخل الشوفين على البقلاوة اللي عنا. ونجي منلف بهالطريقة. كم وحدة بتحطهم بقلب بعض العجين؟ يعني انا هلأ صرت عامل 3 × 3 تقريبا 6 تقريبا شي 9 عجين. يعني 9 يعني قصدي كل 2 بتدهنهم بتحط حشوة بترجع بتحط فوقهم. برجع بتعملها مرتين او 3. هلا اول شيء شو بتعمل؟ مثل ما عم بعمل انا هلا بالزبده. بالزبده بس بعملها 3 لانه هيدي بدها تكون يعني الطبقه الخارجيه يعني اللي بدها تحمل الوزن، اول وزن عنا. برجع وحده. برجع وحده برجع بضيف. اوكي. نشوفين مع القلوبات وباخذ. فينا نعملها ديفروست اذا مستعجلين لنستعملها؟ ما بفضل. بس هي طالما انت اشتريتها من الفريزر فيك تحطها بالبراد لفتره 5 ايام وبتقدر ما بيصير لها شيء. لا ما بيصير لها شيء، لانه اذا دابت هذا النوع العجين ما حيرجع يلزق على بعضه. اوكي. اوكي؟ كمان بهالطريقه، ولاحظتوا عملنا الحشوه شوفان وقدمنا معها من سلطة الفواكه بعد ما سقيناها بالقطر. إذا بدك شو فيك تضيف عليهم بعد شوي من جوز الهند إذا بدك. إيه طالما موجودين على البقلاوة أو على السلطة الفواكه كمان مثل ما بدك. بس همك تبعدني عن إيدك يعني. يا أخي لا أنا ما عم بعدك ما عم بعدك بالمطلق. ما عم بعدك. حنيجي نشلح الكفوف. سؤال هولي وهو مثل بعضهم. هي بس بوسي وهي بس بوسي. هيدي عملناها كب كيك لنرغب الاولاد ياكلوا حلو عربي. بتعرف في اولاد ما بياكلوا حلو عربي. صحيح. اوكي بقى العجينه شو بنعمل؟ فرزها على الفريزر. فينا نرجع نرد على الفريزر بعد ما تدوب؟ ايه ما بيصير لها شيء. ما بيصير لها شيء. مش غلط. طيب نجيب لك صحن لاخر كم حبه تشيلهم بعد امرك. بدلنا الادوار. يلا هولا بكره؟ ايه شو بدك تخبز؟ لا ما بدها ترويقة حلو بكره. يا اخي الترويقة ما حلو بكره ما تحت الهم. اوكي. شو بدك ترويقة؟ تفضل لنشوف. مالح انا خلصت من جون ومن اشرف ومن رولا. ما بتخلص لا تطلع لي انت. ليك بدي اقول لك شغله شو. ايه؟ انت عندك افكار دائما هيك ايه؟ جهنميه. اوكي. بكره اتحفنا فيها. طيب. من برا بتدهنها زبده بس بدك تعملها؟ اكيد. بس اول شيء شو حاعمل؟ بس اليوم ما رح تعملها الا بكره. لا لا هلا حط لها يلا بس اول شيء حاخذ شوي من القطر. هالطريقة. طيب. وهيك بنكون شفتوا شو حطيت بالزبدة شيف؟ بس زبدة. بس الزبدة بنعرف انه بقلبها حليب. اوكي يا عيني عليك. الزبدة بقلبها حليب بس تتسخن او بس ندوبها بتفصل الحليب ايه. عن الزبدة.
اوكي يا بهالطريقه مشان يحمروا مزبوط. وبنرجع كمان بنص وقت الخبز، يعني اذا هي مثل ما قلنا 18 لـ 20 دقيقة، بنشيل الصينية وبنرجع بنسقيها بالزبدة. بالزبدة في عالم بحطوا ليخففوا طعمه وليعطوها طعمة حلوة من الأساس، بحطوا شوي من القطر بقلب الخبز. نحن بقلب الخبز. هذا أحد الطرق التجارية بنقول نحن. أوكي ليه بتصير اطيب ولا لا؟ بتاخذ لون اسرع وما بتاخذ سمنه كثير، عرفت كيف؟ والقطر ارخص، وخاصه انه بيكونوا عم يستعملوا القطر الجلوكوز اللي بيجي القطر المصنع. اوكي فبتطلع بتاخذ حق كيلو البقلاوه. يعني يعني انت بتنصح بهيك بشيء رخيص بيكون. تستغرب انه كيف هالبقلاوه انه عاده غاليه ليه رخيصه؟ بس بعرف سهل البقلاوه، يعني بتنعمل بالبيت بكل سهوله. بتنعمل بالبيت بكل سهوله. تفضلوا. اذا صنوبر شو عمل؟ دهن شويه ما هيك يا وسام؟ دهن شويه زبده. قال بتنعمل بكل سهوله. اوكي شايف شو يعني شو عملت؟ جاي اخترعت البارود، يعني جبت عجينه، جبت عجينه وحطيت بقلبها حشو ولفيناها وحصيناها. اسمع كم مره بتروح على السوبر ماركت؟ بروح انا عندي هوايه. شي مره لفتت لك نظرك انه تجيب عجين بقلاوه وتعمل؟ ايه عندي من هيك عم بسالك. اللي ساعه كيف بدي اشيلها من الفريزر؟ خلص خلصت مدتها مش عم بعرف. لا ما بيأثر. طيب تمام فرزي ما بيأثر. هيدي للبراد. ايه هيدي للبراد. نحط لها نايلون لحظه. يا مسح طاولتنا على السريع. حارجع اعيد على السريع شو عملنا. عملنا الكب كيك مع الكيسات المكبوسه، حطينا من طحين الفرخه، حطينا او سميد اذا بدكم سيمولينا حسب باي منطقه باي بلد موجودين انتو. امرار اسمه سيمولينا، امرار اسمه طحين فرخه خشن، امرار اسمه شو قلنا سميد. بس شايف هلا انت وقت تحط لهم زبده ما بيتشتشوا لبكره؟ بيتشتشوا، ما هن على الحراره بيرجعوا بيكمشوا. ما في محل بالبراد. خليها معبى البراد لبكره. ايه اكيد حضر حالي. لوين اخذها؟ انا ما اخذها على محل. طيب لكن حطينا طحين ملعقتين، بس لانه انا حطيت طحين لاقدر ترفخ معي اعملهم كب كيك. حطينا من السميد من اللبن مع الزيت مع البيكنج باودر مع الفانيلا، ورجعنا ضفنا لهم اذا بدكم حليب البودره، وضفنا من القشطه المعلبه، حطينا على وجههم من اللوز، فوتناه خبزناه لفتره 15 ل 20 دقيقة وطلعت معنا بهالطريقة. بس طلعت معنا شو عملنا؟ مثل ما لاحظت إذا بتلاحظوا يعني القطر من جوا مبينة عم تلمع. ليش؟ لأنه القطر بقلبها. كيف فات القطر؟ إذا أنت بدك تشيل حيلا شيء مخبوز وتزت عليه قطر، ما هو بيكون ناشف وسميك من برا. أوكي. فاضطرينا نعمل بقلبها شوية فتحات، نرجع بنسقيها بالقطر، والقطر لازم يكون دائما سخن. اكيد لا تشربه. لا تشربه دغري. وهي بدها تكون مسقعه. ايه وهي بدها تكون مسقعه. اوكي. وفيها تكون سخنه ما بيأثر فيها. يعني تكون فيها سخنه. اوكي. فيها لبن دخلت؟ ايه فيها لبن. يعني هيدي النموره بسبوسه يعني بسبوسه نموره. ايه بس نحن إيه. بطريقه عصريه او بطريقه غيرنا شوي، يعني ما حطينا من اللبن، ما حطينا اللبن الكثير، قسمنا الفرق مع قشطه المعلبة. ما حطينا من السمنة او من الزبدة، حطينا من الزيت. جربنا نروح شوي نعملها لايت اكتر لنرغب الاولاد ياكلوها، ولنعمل منها موديل كمان الكب كيك كمان ليقدروا كمان الاولاد يتناولوها. مش غلط ابدا. وبتلاحظ انه بعد ما حطينا القطر تقلت. بتعرف انا حبيت فكره انه ينحطوا بهالطريقه بالبيت حتى. وفي لهم بيكون كرتون بتسكر يعني يعني بيضل محفوظ دائما بنحط كل واحد ياخذ بورشن اللي بده. بنعرض الاكل بس بدنا نستعمل هالصواني او بنعرض الميله اللميعه لتحت. لتحت ليه؟ لانه بتكون بقلبها طبقه عازله ما بتلزق، حتى ما تلزق على الاكل. اوكي حضر لي شيف 12 وحده اذا ممكن. 12 وحده انا فكر اعطيك هذه وتروح. رجعنا عملنا البقلاوه، حتشوفوا عندكم كمان بهالطريقه. نحن اليوم ما عم اقول اخترعنا البارود، بس نحن تعرف لا شايف هيدي على مزحه اكيد اخترعت البقلاوه. لا 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 ليش؟ نحن عم نجرب ندخل اشياء نعمل بقلاوه، حتى لو استعملنا الزبده اليوم واستعملنا القطر. نعم. اوكي فينا نستعمل المارجرين اللي هو الزبده المخففه، فينا نستعمل القطر نعمله المارجرين زبده مخففه. يعني مش سمنه تعتبر؟ لا لا بس سمنه نباتيه. سمنه نباتيه
اوكي اللي هي افضل افضل اوكي وفينا نعمل القطر اللي سقيناه هون بقطر سكرين يعني القطر السكر اللي بيكون للعالم اللي معه دايت دايت اوكي, أوكي. شو عملنا نحن كل اللي عملنا اخذنا قلوبات دمجناهم مع الشوفان أوكي. يعني جربنا ندخل الشوفان وخاصة الشوفان بيعطينا طعم شي صحي طيبة أكتر. شي صحي أكتر نعم. وعملنا منه أصلا هلأ هو الشوفان من في كل فترة بيدرج حبوب معينة مزبوط. هلأ كتير منتشر عالميا مزبوط. الشوفان الكينوا كل هالحبوب اللي لقوا أنه فيها نسبة بروتين عالية ونسبة كربوهيدرات إيه. أقل ونسبة فايبرز أكتر مشان الهضم 100% هاي شغلة كتير مهمة طبعا لا أنا في نفس الأكل نفس مثل ما بيقولوا يعني يمكن أنا أعملها بنفس الطريقة ولكن تختلف معي هيدا أكيد من لانه شاف ما في شك من كل الاطباق اللي بتحضرها Thank you. بس انا دائما بس تكون انت عامل الحلو بكون عم بتهجم عليك بتعرف ايه بعرف ما بيحب الحلو شو بعمل يعني لا باكل حد ما بحب الحلو باكل من عندك بأكل. طبعا اكيد انا بس اللي بقوله انا يعطيك الف عافيه ثانك يو اخر كل شيء ما حدا يتوهم يعمل حلو بالبيت نعم اول مره ما زبطت ثاني مره بتزبط اوكي مهم يتبعوا المقادير ويتبعوا الوصفات وشو ما بدكم مساعده فيكم تسالوني على الفيسبوك بيت شيف عبد الله خضر بشوفكم بكره واذا بدكم مساعده مني انا بعطيكم نصايح افضل في انستغرام جوزيف اندرسكور حويي وفي عندكم طبعا البيج تبعي شو بدك نعمل بعد دعايه انا بدي صورنا ولي صورنا لبين انه في صلاح لا في بكره نهار ما نقضي سوا في محبه انا بدي اروح ارتاح اليوم ريح اعصابي لانه بكره جوزيف معي كمان بنهار عبد الله ولنقلع بدايه اسبوع جديد ابعث لي فويس مسج بس لضلني اسمعه كل الليل لاتعود على صوتك لكل المشاهدين نحن وياكم طبعا منكمل برامج تلفزيون مستقبل بدي اتشكر كل يلي تواصلوا معنا اليوم بكره بنوعدكم بعالم صباح غير شكل 10 بتوقيت بيروت انطروني لست ادري ما تراني ظلمه تغمرني يا رب الارض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات ابكي يا الهي يا الهي يا الهي يا الهي يا الهي عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بذنبي